حاليا الدم اللي وصلته اثناء الحمل اللي هو مين؟ الانتراوترين دراج ريستريكشن اللي بيسموا العيال دول عندهم نوع من انواع البلاسينتا اكبر من كتاب الاعرابش ليه يعني تمام مع كلام وبعدين مع كلام مصطفى ماجد انا مصطفى ماجد يا اولاد احنا اتكلمنا على الرابش اليوترس ابو دين بس ما اتكلمناش على السيرفايكال تير ولا على البرينيال تير على فكره البرينيال تير مبتدي في الجايد لا تمام ماشي يا استاذ خالد معلش يا رحاب ازعقي كده وراكي على خالد ايوه خالد قول لخالد اللي معايا يتصل باحمد واسمه احمد ايه؟ المفروض محضر امتحان ليكم النهارده لما تخلص احمد انصاري اه محضر امتحان تمام؟ وبعدين لا والله كاوتش اذا كان هو بيجي بالمواصلات ده بيجي بالمترو لا بس هي الفكره ان فعلا واحد زميلنا امبارح شغال في المركز الثاني في العباسيه ماشي امبارح في وسط البلد كان في خناقه لا والله جت خرطوشه في عينه وعينه اليمين راح اسمه حسن فسبحان الله الواحد يعني ماشي يعني ربنا يستر وعايز الدي اي سي دي اراجع تاني الفيشن سايكل اللي كنا اتكلمنا عليها كان واضح ان كنا بننام كله كان مصاب امبارح تمام؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم على ايه اول حاجه؟ هنتكلم على موضوع اسمه ايه؟ اسمه الفيتال سيرفايلنس تمام؟ سيرفايلنس يعني مسح اه الحمد لله ست كل زي القمر والله طب دكتور وصحته صحته اخبار ايه صحته كويسه علشان كده الشابتر ده عندكم مرسوم نصين موجود عندكم صفحه 20-24 اعتقد تحت عنوان ان انت عندي early detection of congenital fetal malformation وموجود بعد كده تمام على هيئة شاب بعد البوست بارتم هيمورج والهايبوفيبريجينيميا على هيئة عندي ان انا اعرف حاجة اسمها صحة الجنين، صحة الجنين اسمها the fetal well-being تمام؟ يبقى المسح السكريننج العام للبيبي في الحمل متقسم لحاجتين يا ترى شكله كويس ولا لا؟ ده اسمه التشوه يا ترى صحته كويسة ولا لا؟ ده اسمه عندي الفيتال well-being تمام؟ يهمني قوي التقسيمة الكبرى ايه يا دكتور محمد التقسيمة الكبرى اللي نتكلم عليها الحمد لله ان الحاجات دي مكتوبة عندكم لحد ما لطيفة يعني مش داخلين قوي في كمية تفاصيل زي عندنا تمام انا علشان اطمن على الشكل عندي اهم حاجة انت تعرفها عندي اسمها ايه عندي اسمها الالتراساوند رب عليك تمام هو ده اللي بنطمن عليه بس للأسف الالتراساوند علشان يدرس ده هو الفيتال اناتومي تمام الكلام ده بيتم على الاسبوع ال 18 لل 20 يعني انا لما بعمل الترا ساوند في العياده انا بعمل الترا ساوند عادي مش محترف انا مش بتاع راديو دايجنوز تمام فغالبا بنبعت البيشنز بتوعنا ان هم يعملوا 3 دي او 4 دي واقول لكم الفرق بينهم النهارده تمام على الاسبوع ال 18 لل 20 ده الوقت اللي بعرف اعمل فيه ستادي للهول فيتال اناتومي تمام من
شفت بلد بقى تلفت بلد ما عرفش ايه الديجيتس كل حاجة كل حاجة كل حاجة تمام. لكن ما اكتشف عندي ان انا لو قدر الله عندي تشوهات لا ده انا عايز اشخص بدري. كل ما اشخص بدري كل ما يبقى احسن. قولوا لي بقى ليه تشخيص الكونجنتال مالفورميشن كل ما يبقى بدري كل ما يبقى احسن لسببين. واحد هيقلل الارتباط بين عندي الام والبيبي يعني ديكريز ذا فيتو ماتيرنال بوند اسمها كده فيتو ماتيرنال بوند بوند الارتباط بين البيبي وبين الام وبين البيبي. والحاجه الثانيه سهوله التخلص سهوله الترمينيشن اوف بريجننسي. انا اكتشفت بيبي عند 10 11 اسبوع حكحته بس لو عند 18 20 اسبوع لا ده هضطر انزله في اكبولكس ده ما ينفعش الكحه الكحت او السكشن معاك لغايه الفيرست ريمستر 12 13 اسبوع بعد كده هندي اكبولكس هندي عندي اكستوسن هندي بروستاجلاندين طبعا بدري بندي بروستاجلاندين اكتر. علشان كده قال لك نحاول نكتشف بدري ازاي ناخد عينه عندي من الامنيوتيك فلويد بيسموه امنيوسينتيزس. اول وقت اقدر اعمل فيه امنيوسينتيزس علشان استدي الكروموزومات بتاعه البيبي تمام يا دوبك عندي عند الاسبوع كام عندي عند الاسبوع 16 يا دوبك في الوقت ده في حوالي قد ايه من الامنيوتيك فلويد في حوالي 100 ملليلتر من الامنيوتيك فلويد يعني ينفع اخش الابره وينفع اخد عينه ده اقدر معانا اقدر معانا. طب يا دكتور محمد ما ينفعش بدري عن كده شويه ما ينفعش على الاسبوع مثلا ال 12 يس برافو عليك ده الوقت اللي بناخد فيه حضرتك عينه من الدم حاجة بيسموها سيرم ماركرز. انا دكتور خلاص اللي انت كنت اتكلمت عليهم المرة اللي فاتت الالفا والبيتا والتريو الفا يعني واحد الفا فيتو بروتين وبيتا اتش سي جي. طب ايه نمرة ثلاثة يا دكتور وايه ثري تلا اقدر اعمل سكرين في الوقت ده. طب دكتور ما ينفعش عندي حضرتك حاجة اقدر من كده او اقدر من كده ينفع اخد بايوبسي تاخد بايوبسي يا دكتور من البيبي؟ لا يا ولاد باخد بايوبسي من الكريونيك فيلاري اللي حول البيبي. اصل انا عايز اقول لك على حاجه هو البيبي اسمه ذا انر سلماس والكريونيك فيلاري اسمها الاوتر سلماس الاثنين كانوا حاجه واحده اسمهم زايجوت. الزايجوت بقى اسمه موريولا والموريولا بقى اسمها بلاستوسيست والبلاستوسيست بقى اسمه كوريون والكوريون انقسم لانر سلماس واوتر سلماس كلهم كانوا حاجه واحده. يبقى حضرتك لو في تشوه في الزايجوت يبقى في تشوه في الموريولا يبقى في تشوه في البلاستوسيست يبقى في تشوه في الكوريون يبقى في تشوه في الانر سلماس والاوتر سلماس. طب ما تاخد عينه يا دكتور من الاوتر سلماس حاجه اسمها كوريونيك فيلا سامبلينج ده اقدر اعملها دي يا دكتور محمد عند 9 ل 10 اسابيع. يا بايوبس كده من الكوريونيك فيلا اسمها سي بي اس ده بدري قوي بدري ده انا ممكن بدري عن كده كمان ده احدث حاجه يا اولاد اسمها بي جي دي. يعني ايه بي جي دي؟ بري امبلانتيشن جيناتيك دايجنوز اسمها انا في التلفزيون دي كتير قوي قناه الحياه او سي بي سي والكلام ده فين؟ في اطفال الانابيب. اما حضرتك نيجي نعمل اطفال انابيب طب انا عندي ميزه يا دكتور ايه هي عندي؟ ان البيبي في ايدي ان خلايا البيبي موجوده في بيتري ديش. طب ما قبل ما تنقله بري امبلانتيشن لو سمحت اعمل عندي جيناتيك ستادي بسال عليك يا احمد محضر امتحان النهارده؟ تمام اعمل جينات ستادي علشان تعمل دايجنوزز لاي انومالي وننقل البيبي السليم ونبعد عن البيبي مين المشوه. لعلمك دي حدوته اتكلم عليها موجوده في شابتر 3 او 4 عند الصفحه 20 تمام. انا بحفظها ازاي؟ عارفين معنى الالفا؟ فاكرين في اول السنه ما اتكلمنا على الجايرو اول السنه ده من احنا اتقابلنا امتى 10 3 تقريبا والنهارده 28 ولا 29 4 تخيلوا يا ولاد احنا بقالنا مع بعض شهر و20 يوم احنا عملنا انجاز غير طبيعي حاسس ان انا اعرفكم من ثلاث سنين مثلا تمام خلصنا كمية بلاوي تمام. ساعتها في شابتر الديسفانكشن ترامب ليدنج بتاع النساء قلت لكم ان ببعتها المعمل الفا. الفا ايه يا دكتور محمد؟ عندي الفا لاب طب والدور اللي فوقيه؟ في الفا سكان طب والدور اللي فوقيه؟ في الفا سكوب طب والدور الاخير؟ في الفا بايوبسي. لعلمك انا بفتكرها كده لان حضرتك اي انفستيجيشن في الدنيا لا يمكن يطلع عندي عن الاربعه دول الفا لاب الفا سكان الفا سكوب الفا بايوبسي.
بس انا شايف هنا عملها لك مع ايه؟ مع الزمن. لو تاخد بالك انا بلعب مع مين؟ مع الزمن. يعني يا دكتور محمد مع الزمن يعني لو انت ناصح افضل حاجة تعملها الكوليوريك فيلا ستاندي. طب اللي بعديها على الاسبوع ال 12 قصدي على الاسبوع ال 19 على الاسبوع ال 12 السيرب ماركرز. طب على الاسبوع ال 16 انستيزيز. طب على الاسبوع ال 18 20 الترا ساوند. كل ما تشخص التشوه متاخر كل ما تخيب وتبقى انسان فاشل لان الام هترتبط بالبيبي. بالمناسبه امتى الام بترتبط بابنها؟ عند الاسبوع كام؟ بالاخر امتى البيبي بيلعب جوه بطنها الاخر؟ عند الاسبوع 18 20 البرايم جراف ده البيبي بيلعب عند الاسبوع 18 20 انما المالتي جراف ده عند الاسبوع عند 16 18. هل معنى الكلام ده ان البيبي بتاع المالتي جراف ده بيلعب بدري عن البرايم جراف ده؟ لا، بس احساسها بقى احسن، خبرتها بقت احسن، بتعرف تكتشف ان الحركات اللي جواها دي عباره عن مين؟ عن لعب البيبي. فكل ما نشخص قبل هذه المده بينه وبينك كل ما يبقى احسن علشان الارتباط بين الام والجنين. مع العلم ان بينه وبينك لو انا ام امتى احس بارتباطي بالجنين؟ يوم ما اعرف ان انا حامل. مش لازم يعني ان يبقى جوايا حاجه بتلعب، مجرد ما اعرف ان انا حامل اكيد انا هرتبط بعمر ابني ده. طيب ده موضوع اسمه كونجنتال فيتال مالفورميشن، ده بس بنفرش الليله على بال ما الناس تقعد وتتسقف. طب يا دكتور وصحته بعد ما مراتي تقول لي يا ترى ابني شكله كويس، هتروح ملتفته ثاني حاجه وتقول لي طب وصحته يا دكتور محمد اخبارها ايه؟ لا انت عايز تطمني امتى على صحته؟ ولا عايز تطمن طول الوقت. انا عايز اطمن عندي انتي بارتم قبل الولاده، وعايز اطمن حضرتك انترا بارتم اثناء الولاده، وبرضه عايزك حضرتك تستلمولي كويس، وعايز اطمن عندي بوست بارتم بعد الولاده. انا عايز اطمن عندي طول الوقت طول الوقت. ماشي يا ست الكل. اما بالنسبه للانتي بارتم اللي بتطمنان على الجنين قبل حضرتك لما تولدي، يعني لو واحده حامل ازاي تطمن على ابنها؟ واحد عن طريق مجرد ان ارفع سماعه التليفون ولها ابنك عبد الرحمن كويس. تقول يعني ايه كويس؟ لا يعني بيلعب حلو، يعني بيلعب في بطنك. اه انت كده بتتكلم معاها بتاخد هيستوري، بتسال على الفيتال كيكس. عارف اسمها كيكس؟ عارف اسمها رفس؟ على الحركات بتاعه البيبي. تمام. طيب وده كافي يا دكتور؟ لا طبعا مش كافي. بعد اي اسسمنت بالهيستوري تاني خطوه بتيجي مين؟ الاكزامينيشن. اي طب يا دكتور هعمل اكزامينيشن ليه؟ هعمل اكزامينيشن جنرال ولوكال، جنرال وابدومنال. جنرال هشوف وزن الام. كل لما الام تكتسب وزن ده معناه حضرتك ان البيبي هو كمان بيكتسب مين؟ وزن. دي حاجه حلوه. ابدومنال كل لما الاقي ان الام بسم الله ما شاء الله بطنها عندي حضرتك بتكبر ده معناه حضرتك عندي ان البيبي اللي جواها مين؟ بيكبر. بقيس بالمازوره المحيط بتاع البطن بيسموه الابدومنال جرف. هناخد الكلام ده كله دلوقتي. طب يا دكتور انا اعرف ان اي اسسمنت عباره عن هيستوري وبعدين اكزامينيشن وبعدين ثالث حاجه مين عندي؟ انفستيجيشن. برافو عليك. يعني ايه عندي انفستيجيشن؟ يعني انا عايز اطمن ان ابن حبيبي اللي جوه بطن مراتي ده هو اخباره ايه؟ صاحي كويس لذيذ. يعني ايه يا دكتور صاحي؟ الجهاز اللي بيكتشف ان ابني صاحي والفيتال هارت بيت شغاله كويس اسمه الترا ساوند. ولا اكتفي بكده، ده انا مش بس عايزه يبقى صاحي، ده انا عايزه صاحي وبيلعب. يعني ايه يا دكتور وبيلعب؟ طازه كده جميل زي السمك. يقول لك يا بيت اتفضل اشتري، ده صاحي وبيلعب. طب هو يا دكتور ايه اللي بيلعب فيه؟ اهم حاجه بتلعب فيه، اهم عضو في جسمك بيلعب هو مين؟ قلبه. قلبه. طب اكتشف ازاي يا دكتور محمد ان قلبه بيلعب؟ عن طريق جهاز كهربائي اسمه ايه عندي؟ سي تي جي، كارديوتوكوجرافي. السي تي جي ده يوازي في البطنه الاي سي جي. ده عباره عن رسم لذبذبات كهربه القلب، هندرسها مع بعض ومكتوب عندكم بمنتهى اللطافه. بس يا دكتور محمد هو يعني قلبه بس اللي بيلعب؟ لا طبعا، ده كل حاجه فيه عندي بتلعب. ايديه بتلعب وبقه بيلعب وصدره بيلعب. صدره يا دكتور هو البيبي بيتنفس؟ البيبي بيرس. ايوه خالد امه احمد الانصاري. بس احمد الانصاري ما جاش، بيقول لك كاوتش للتوك توك فرقع. ايوه انصاري، ها اهو معاك اهو. ماشي جاي.
ماشي اوكي انت اللي طلعت الاشاعه حسب الله تمام بس خلاص يبقى حضرتك ايه اللي بيحصل بقى عندي انا عايز كله بيلعب البيبي بيرسباير بيبريز ولا بيرسباير ايه الفرق بينهم What is respiration? Respiration is the actual exchange of gases along or across the alveolar capillary membrane. He doesn't respire, like, but he breathes. What is breathing? It's just the chest movement. إذا طب وصدر يا دكتور بتحرك في chest movement طبعا في inspiration expiration. بس حضرتك بيتنفس ايه مية بتخش عندي على التراكية تخش على مين برونكاي بتروح لغاية التيرمينال برونكيولز لكن ما بتخشش على مين على الالفيولاي برافو عليك معقول يا دكتور هي از بريزن يا حبيب قلبي العضو الذي لا يستخدم يضمر ازاي لو ما كانش الانتركوستال ماسلز دي شغاله ومحتاج ان ابنك يضرب او ياخد اول نفس اول لما يتولد ما ينفعش ما يصحش برافو عليك يبقى كل حاجه فيه بتلعب مش بس قلبه ده صدره بيلعب كمان ده ايديه ورجليه بيلعب ده المية اللي حواليه بتلعب بتكلم بجد ده طبعا مش الواد ده متحرك يطلع طاقه فالمية اللي حواليه تسخن طب انا عايز اقول لك حاجه اديني عقلك بس سيب نفسك للتفكير خليك حر تمام المية اللي حوالين البيبي ستاتيك ولا لازم تبقى دايناميك لازم تبقى دايناميك يعني يا دكتور دايناميك الام تسحبها هذه المية السخنه وترجع تاني ترجع له ميه ايه ميه ساقعه ميه فتره ميه حلوه ده حقيقه المياه دي رايحه جايه زي راديتور العربيه انت لو موتور العربيه اشتغل الدنيا تسخن فعشان كده الراديتور احنا بنغير المياه ايه كل شويه ميه البيبي بتتغير كل 90 دقيقه بالمناسبه ايه ده ايه الجمال ده عارف بقى اما تشوف ان كل حاجه في البيبي بتلعب صدره بيلعب وقلبه بيلعب وايديه ورجليه بتلعب والمياه اللي حواليه بتلعب البروفايل العام ده بيسموه ايه بيسموه ذا بايو فيزيكال بروفايل انت بتتكلم بجد ايوه يبقى ازاي اطمن على بيبي الانفستيجيشن عشان اعرف ان هو صاحي التراساوند يا عم انا عايز زي السمك كده طازه صاحي وبيلعب عشان صاحي وبيلعب الجهاز اللي بيشوف القلب اللي بيلعب اسمه سي تي جي وكله بيلعب اسمه بايوفيزيكال بروفايل بس يا دكتور في حاجه علشان ابني صاحي وبيلعب لازم الاول يبقى واصل له مين دم صحيح طب ايه الجهاز اللي بيشوف تدفق الدم في الاوعيه الدمويه دوبلر فتلاقي هي دي حضرتك الثلاثيه اللي انا عمال اشتغل بيها عندي طول حضرتك ايه طول متابعه الحمل للاطفال احنا من النهارده هنبتدي الشابتر بتاع العيال اللي هو مين عيل صغير عيل كبير شغل النهارده اي جي ار فيرسس ماكروسوم طب بكره عيل مولود بدري عيل مولود متاخر بري تيرم بوست تيرم طب بعد بكره الميه القليله الميه الكتيره الميه المفرقعه طب بعده عيل كتير توأم عيل مشوه عيل مائي هيدروسيتيرس عندنا شوية شباتر كده بنتكلم فيها على مين على الأطفال وإحكايتهم فهنجيب سيرة الاطمئنان على الجنين ده كتير طب يا دكتور يا ترى ابني أثناء الولادة عايز اطمن عليه ابني هيبقى كويس ولا انتوا عارفين لو مراتك بتولد انا اقدر اعرف عندي ان ابني اللي بيتولد من مراتك ده هو كويس بس بالحس الاكلينيكي كلينيكال ازاي يا دكتور كلينيكال عن طريق لون الميه لو الميه تربل عندي حضرتك وحشه لو فيها ميكونيا مستين يبقى الواد ده استرز عن طريق الامبيوتيك فلويد عن طريق حته الكوز السماعه اللي اسمها البينر قال بالمناسبه صحيح بينر عمل ايه مثلا ولا العباقره دول زمايلي يا اولاد الله يرحمهم تمام يا ترى بينر عمل ايه ونيجل عمل ايه وبوني عمل ايه؟ عملهم اسود كلهم مطرح مراحل تمام؟ هنشوف الكلام ده حرجك دلوقتي حالا هسمع بالسماعه بينر طب وافر يا دكتور يعني السماع ده خير اللهم اجعله خير ولون الميه ده يا دكتور ما تعتمد عارف؟ في عيل اوريدي ميته ميكونيا وليس بديسترست عارف ليه؟ عشان نازل ازاي؟ بريتش فكلينيكال سنس ممكن يخدعني فهضطر ارجع لالكترونيك مونيتورنج اللي انا رسمه الاحمر ده انت بتتكلم بجد يا دكتور محمد يعني ينفع اعمل رسم قلب الضربات قلب البيبي انترا بارتم ده انا كنت فاكر السي تي جي ده يا دكتور انتي بارتم وبس لا 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 انتي بارتم وانترا بارتم طب افرض يا دكتور الكترونيكالي ابتدت ضربات القلب تقل ويحصل برادي كارديا وابتديت اقلق عارف بنرجع لايه؟ بنلجأ حضرتك ان ناخد عينه من دم البيبي مباشره
فانا خايف ليكون البيبي ديسترس. يعني ايه ديسترس؟ يعني مش وصل له اكسجين كويس. طب هو لو مش وصل له اكسجين كويس هتنفس ايروبيك ولا ان؟ طب والان ايروبيك ده هيطلع لاكتيك اسيد. انا بسحب عينه من الدم بتاع البيبي علشان اشوف فيه لاكتيك اسيدوزز ولا لا. عينه من الدم منين يا دكتور؟ من دراعه؟ لا من السكان. مش الواد مدلدل براسه في 96% من الاحوال اروح جاي كده حضرتك وبالمشرط واخد عينه اسمها فيتال سكالب سامبل. ايه ده انت كده بقى مش بتعمل له كلينيكال مونيتورنج ولا كده بتعمل الكترونيك مونيتورنج، ده انت كده بتعمل كيميكال مونيتورنج. ويا ويلي بقى من اسئله الام سي كيو. فاكر اما قال لك عندي ايه النورمال بي اتش بتاع البيبي كام؟ اكتر من 7.25 ل 7.35. طب يا ترى لو اقل من كده نعمل هنشوف. طيب وتفضل الست ورايا لغايه اما البيبي يتولد وتقول لي ها يا دكتور محمد ابني مولود كويس؟ لا ده ماليش دعوه بك، انا علاقتي لحضرتك بتنقطع مع البيبي من اول لما اقطع الحبل السري بتاعه. ساعتها بسلمه لدكتوره مشهوره قوي اسمها فيرجينيا ايه يا اولاد؟ ابجر، علشان تعمل لي سكور معروف قوي في الاطفال اسمه ايه؟ ابجر سكور. Appearance و Pulse و Grimace و Attitude و Respiration. ماليش انا دعوة بقى Virginia Upgar Scoring System ده بقى، ده شغل مين عندي؟ أطفال. ايه اللي عملته ده يا دكتور محمد؟ اللي عملته ده اسمه فرد الشغل. ان الواحد بيستعرض قصادكم، تمام؟ بيستعرض قصادكم هنشتغل النهاردة. ودرس مهم؟ مهم. بس الحمد لله انا مكتوب عندكم لطافة، يعني مهماش داخلين في جامد قوي زي عندنا في عين الشمس، تمام؟ موجود عندي في صفحه كام في المايند ماب ده؟ موجود في صفحه المايا، تمام؟ ماشي على بركه الله. هتبتدي بمين؟ هبتدي بصحه الجنين اللي هي مين عندي؟ فيتال وال بين. وبعدين هختم بمين؟ هختم عندي بالكونجنتال فيتال مالفورميشن. طب ليه يا دكتور هتختم الدرس بعد كده بالاي جي ار والماكروسوميا؟ الاي جي ار احلى تطبيق عملي للي انا بقوله ده. وهتفاجئ سبحان الله ان النهارده بس هتفهم يعني ايه دكتور نسا، هتعرف ايه الحكايه اللي عندك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. فيتال والبيج، هتبتدي بانهي فيتال والبيج يا دكتور محمد؟ هبتدي حضرتك بصحه الجنين اثناء الحمل. طب صحه الجنين اثناء الحمل دي اسمها ايه؟ اسمها ذا انتي بارتم فيتال اسسمنت. ذا انتي بارتم فيتال والبيج اثناء عندي مين؟ الحمل. طب دكتور الحاجات دي انت بتعملها لمين؟ والله بعملها للعيال اللي انا خايف عليهم ان يكون كميه الدم اللي وصلهم قليله. طب دكتور هي العيال اللي انت خايف عليهم لا تكون كميه الدم اللي وصلهم قليله دول بتسميهم ايه؟ والله حضرتك بسمي ان عندهم نوع من انواع البلاسينتال انسفيشنسي. يعني ايه يا دكتور محمد بلاسينتال انسفيشنسي؟ يعني البلاسينتا is insufficient to deliver oxygen او to deliver عندي nutrients الكافية لهذا البيبي ان هو مين عندي؟ ان هو يكبر كويس، ان هو يكبر كويس. طب دكتور مين الناس اللي عرضة لهم هؤلاء البلاسينتا insufficient اللي انت بتتكلم عليهم؟ والله الدم المتدفق في المشيمة لو قل لدرجة ان قلل الاكسجين سبلاي او نيوترس عندي للبيبي، العيب في حاجة من اتنين. يا اما العيب عندي في الام نفسها، هي اللي ام وحشة، هي اللي ام عندي بخيلة، تمام؟ بتضني بدمها عندي للبيبي. اقول العيب عندي حضرتك مش جنرال، العيب عندي لوكال، العيب عندي في المشيمة نفسها، العيب في المطبخ. هو المطبخ اللي عندي اخباره ايه عندي؟ وحش. طب مين الامهات البخله يا دكتور محمد؟ مين الامهات البخله؟ بص كل اللي قالت بري كلاسه دي شاطره، كل اللي عندي حضرتك الستات اللي محطوطين عندنا في المنهج تحت عنوان ذا هاي ريسك بريجنسي. مين هم دول يا دكتور محمد؟ واحد اللي عندها حضرتك ذا بري اكلامتك توكسيميا. اصل عندها بري كلاسه حضرتك اخبار ايه في البلاد فيسل؟ عندها فازوسبازم. طب ومين حضرتك عندي نمره اثنين؟ الدايابيتس مليتس. طب اشمعنى يا دكتور الدايابيتس؟ اصل الدايابيتس مليتس ده مرض بتاع بلاد فيسل اساسا، بتاع انجيوباثي، تمام؟ في نوع من انواع عندي حضرتك الايه؟ الفاسكلوباثي. طب مين كمان يا دكتور محمد؟ والهارت ديزيز. طب والهارت ديزيز ده اوريدي العينين دول بيبقى عندهم مين عندي؟
هايبوكسيا هايبوكسيا. طب مين اشهر واحدة عندي في مصر كمان؟ الانيميا decreased عندي oxygen. مين عندي decreased oxygen carrying capacity؟ برافو عليك. decreased oxygen carrying capacity برافو عليك. كل عندي هؤلاء الامهات عندي البخلة بيقللوا كمية الدم اللي راح للمشيمة، فبالتالي يبتدي يأثروا على صحة ابني اثناء ما مامته حامل فيه. تمام. تخيل بقى ان انت لما تسافروا بره يا اولاد هتفاجئ ايه ده يا هتفاجئوا ان الطب مختلف خالص. عارفين اشهر حاجة عندي حضرتك في الخارج تقلل كمية الدم حضرتك اللي راح للبيبي هي ايه؟ ولا حاجة من دول. عندهم انتي نيتال كير رهيب، عندهم اكتشاف مبكر للبري كلامسا والديابيتس والهارت والانيميا وباري جودمان. بره عشر سبب ايه؟ قلة الادب والمسخرة، الكحوليات والسجاير. انت بتتكلم بجد؟ اه والله العظيم. فانت لما تسافر بره اصل انت حضرتك غالبا لو فضلنا بالوضع ده مش هتقعد في مصر. انت حاجه من اتنين، يا هتسافر بلاد بره يا هتسافر بلاد ايه بقى؟ جوه. يعني يا ربنا يستر وبلاد بره دي يتبقى فيها مكان، يا اما تتجه الى زامبيا وزيمبابوي بقى وهي دي اللي هتبقى فضلاك. تمام؟ في بلاد جوه تكتشف ان اشهر سبب ان البيبي عندي حضرتك وصل له دم سلالي هو مين؟ قول لي بقى التوتو والهوسي والرواندا وبوروندي. المالنيوتريشن برافو عليك، قله الاكل. تخيل شوف الدنيا عندي مختلفه ازاي من البلد من بلد لبلد لبلد. طب واشهر سبب في مصر ايه؟ اشهر سبب في مصر عندي بلاسنتال انسفيشنسي بريكلانس. برافو عليك بريكلانس. يعني تكون عندي الام بخيله، يعني يكون عندي المطبخ اخباره ايه عندي؟ وحش. طب يعني ايه يا دكتور المطبخ وحش؟ المطبخ مثلا مشوه، ان في عندي نوع من انواع بلاسنتال انوماليز. تمام؟ واحكي لك النهارده على نوعين مشهورين من الانوماليز. او يكون المطبخ مش موجود في مكانه، المطبخ موجود تحت في اللور يوترانسجمنت الوحش. اسمه ايه اللور يوترانسجمنت الوحش ده؟ اسمه بلاسنتا بريفيوم. برافو عليك برافو عليك برافو عليك. او يكون العيب مش في البلاسنت، في الكورد. في عندي حضرتك كورد انوماليز. تمام؟ الكورد نفسه اخباره ايه عندي؟ مشوه. طب دكتور محمد هو انعكاس ده على البيبي اخباره ايه؟ انعكاس ده على البيبي حاجتين، اما كميه الدم تدفق الدم اللي ماشي عندي في المشيمه عندي يقل، يعني تلاقي عندك حاجتين. واحد ان حجم البيبي ما يبقاش كويس، دي اللي هناخدها النهارده اسمها انتريوتران جروث ريستريكشن. واثنين حضرتك ان انتاج الميه اللي حواليا يقل، دي اللي هناخدها ان شاء الله بكره اللي بيسموها عندي داولجو. مين عندي؟ داولجو هيدرامنس. غالبا هتلاقي الاثنين دول دايما مع بعض، الدرسين دول لا ينفكوا او لا ينفتقوا او لا ينفسقوا من بعض، درس الاي جي ار ودرس الاولجو هيدرامنس الاثنين مع بعض. طب دكتور محمد هو مش ربنا سبحانه وتعالى عارف كده؟ اه عارف كده، عارف ان يا عيني ابني ده غلبان وعرضه ان امه تبقى بخيله او المطبخ بتاعه وحش. ده انت هتشوف دلوقتي كميه حاجات ربنا عاملها فينا واحنا عيال صغيرين، هتحمد ربنا قوي على اللي ربنا عامله فيك. عارف ربنا عمل ايه؟ عامل كومبنساتوري ميكانيزمز كتير قوي مخلياك سبحان الله تقدر تعيش في هذه البيئه الصعبه نورمالي. حد يقول لي بقى ايه اللي درستوه في الاطفال؟ الثلاث حاجات اللي مخليه عندي انت كبيبي في بطن مامتك تقدر تستحمل هذه البيئه السخيفه. اقول لك انا؟ تمام. ان اول حاجه سبحان الله ان ربنا مخلي الهيموجلوبين بتاعك مختلف. اسمه هيموجلوبين مين؟ هو ايه يتميز هيموجلوبين اف عن هيموجلوبين ايه ادلت؟ هاي اوكسجين. عندي حضرتك افينيتي كام جرام تقريبا؟ 18 جرام. محدش اخد بالك من هذا الفرق؟ شوف ربنا عمل عندي بروتكتيف ميكانيزم ازاي؟ لا مديلك هيموجلوبين حلو قوي. طب قول لي حاجه ثانيه، محدش قبل كده فكر فيكم في كميه الاخرام اللي موجوده في العين اللي عمالين ندرسها؟ مش عمالين ندرس عندي مش عارف داكتس بينوزز وداكتس ارتريوزز وفورم ما اعرفش ايه وفورم، محدش فكر في الفرامنه دي كلها ايه المقصود بيها؟ اللي يقول لي يبقى جامد. يا ولد ان السيركيليشن بتاع البيبي تبقى مين؟ تبقى هايبر دايناميك. كبر دماغك عدت بسرعه اجري بسرعه.
يبقى كميه الاخرام دي مخليه عندي السيركيليشن اخبارها مين عندي هايبر دايناميك سيركيليشن. صدق وتقول وكل يقول لا اله الا الله. انت عارف حضرتك ان انا ما ايقنتش هذا الكلام غير وانا بدرس دكتوراه، بس حدش قال الكلام ده. بس ربنا يبارك في هذه البلد وكميه المخدرات والحشيش اللي فيها، قال لما الدماغ كده تبقى صاحيه يعرف يفكر. صحيح هو العيال بتبقى مخرمه ليه؟ هي غتتها على الخلق. لا حبيب قلبي، عشان تبقى هايبر دايناميك سيركليش، عشان توزع الاكسجين ده لكل التيشوز. طب حد اخد باله من حاجه ثانيه؟ لو حطيت لو جيت انظروا الى هذا الوجه الجميل، انظروا الى هذا الطفل البريء، لو جيت شفت البلس بتاع البيبي جوه بطن امي او بيبي لسه مولود، اخبار البلس بتاعه ايه؟ زيه زي 72 ولا كام؟ 140 160. الله، ده انهي عندي اتونوميك سيستم مسيطر، الباراسمباثيك ولا السمباثيك؟ خدش بالك من هذه القصة، ان السمباثيك عندي هو اللي مسيطر علشان يزود الفيتال هارت ريت، عشان يزود كمية الاكسجينيشن اللي رايحة لكل التيشوز عندي. يبقى لا 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 لا، ده في كومباتنج ميكانيزم عندي اخباره ايه؟ رهيب ربنا عنه، اتقاء لهذه الشرور المحتملة اللي ممكن تحصل. ماشي يا دكتور، يلا على بركة الله. قول لي بقى مراتي مدام امل جاية تتابع مع حضرتك الحمل، وعايزة تطمن على صحة ابنها اثناء حضرتك عندي الحمل، قول لي حضرتك هتطمن عليه ازاي؟ يلا واحد اتنين تلاتة. واحد، هاخد منها هيستوري. يعني ايه هيستوري يا دكتور محمد؟ يعني هسألها حضرتك على لعب عندي البيبي اللي جوه اللي بطنها. لعب البيبي ده بيسموه ايه يا ولاد؟ بيسموه ذا فيتال كيكس. عارف يعني ايه كيكس؟ يعني رفس، يعني خبط. العادي ان مراتك هتبتدي يا سمير تحس عندي بحاجه غريبه على الاسبوع ال 12 ال 13، وهتقول لك يا دكتور محمد حاسه من هنا من تحت بنبض. ولا لا يا حبيبه قلبي، ده مش نبض الجنين، ده حضرتك الالياك فاسلز من كتر ما واصل دم كتير لمنطقه البيبي انت بتحس بالنبض بتاعها. ساعتها تقول لك ايوه ايوه ايوه، ده ماشي مع ضربات قلبي. وعلى الاسبوع ال 14 15 هيبتدي البيبي ده يتحرك شويه، ويبتدي الاحساس عندها يتحسن شويه، وتقول لك حاسه عندي بنكش. قول لها اه، ده البيبي لسه بينكشك، انت حاسه بالجروس موفمنت بتاعه. وعلى الاسبوع كده ال 16 تقول لك انا حاسه بنفض، تقول لها اه البيبي بتاعك بيتنفض. لكن على الاسبوع ال 18 20 هتقول لك انا حاسه بمين؟ برفس، وهو عندي حضرتك اللفظ الحقيقي. شو بقى كمية الألفاظ اللي هتسمعها لما تيجي تاخد شيت من العيانين، مجرد تقول لها حسيت بلعب البيبي امتى؟ هتسمع كل الألفاظ دي. يقول لك حسيت الأول بنبض، بعد كده حسيت بنكش، بعد كده حسيت بنبض. أنتوا بتكتبوا إيه؟ ده كلام كده للميكروباصات مش هقدر، تمام؟ نبض نبض، وبعد كده نكش، وبعد كده نبض. لكن بجد لعب البيبي اسمها إيه؟ حركته اسمها إيه؟ رفصة. هي الست تستغرب من الاسبوع ال 12 4 بلاس سونار حاسه بالبيبي بلعب، بس لسه قوته مش قويه، قصدي شايفه لعب، لكن لسه قوته مش قويه لدرجه ان هي ايه تحس بيه. امتى البرسبشن يا دكتور؟ زي ما احنا قلنا البكريه عديده الخبره عند 18 20، المتكرره اللئيمه اللي عندها خبره تبتدي تحس بدري، ان عند الاسبوع كام؟ 16 18. طب احنا يا دكتور بنعمل ايه؟ بنعمل حاجة اسمها ديلي فيتال موفمنت كاونت. يعني يا دكتور ديلي فيتال موفمنت كاونت؟ نبتدي نقول لها عدي لعب البيبي بتاعك ده وطمنيني. بس هنبتدي من امتى؟ كل اختباراتنا اللي راح اتكلم عليها من بعد الاسبوع ال 30. اشمعنى يا دكتور بعد الاسبوع ال 30 32؟ على بال ما مخ البيبي يبقى ايه؟ ناضج انف. ان يوجه عندي حركات البيبي ان تبقى حركات منتظمه. قبل الاسبوع ال 30 المخ لسه اماتيور، حركات البيبي عشوائيه لا يعتد بيها. بعد الاسبوع ال 30 في حاجه اسمها ديلي فيتال موفمنت شارت. هذه الشارت او هذه الخريطه عملها واحد اسمه كاردف، مالكش دعوه باسمه بالمناسبه. طب وكاردف؟ على فكره كاردف ده مش شخص، كاردف دي بلد جنب انجلترا كده زي ويلز والحاجات دي. عملوا في المستشفى بتاعت مقاطعه كاردف دي ايه؟ قال لك هنخلي الست تعد لعب البيبي كل يوم لغايه 10. تصحى من النوم مثلا الساعه كام عندي؟ 8 9 10 11 12 1 2 3. وكل يوم النهارده حضرتك ادي السبت، ادي الحد، ادي الاثنين.
مفروض حضرتك لو صحيت من النوم السبت اول حاجه لازم تاكل لان البيبي مش هيلعب غير لما يبقى عنده ايه وسيله للطاقه والحاجه الاساسيه اللي بتدي البيبي طاقه ايه هي عندي جلوكوز يبقى لازم تاكل اي حاجه عاليه الطاقه السكريات يبقى لازم تفطر الاول وتفضل قاعده بقى مراقبه لعب البيبي وكل ما يلعب لعبه محترمه تروح عامله صح 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 وتشوف هي خلصت عندي العشر لعبات عند الساعة كام اسمها كاردف كاونت تو تن عشر لعبات المينيمال عشر ساعات الخطورة لو عدت عشر ساعات وما كملتش العشر لعبات يعني انا اقل عدد لعب قبل هو كام في الساعة لعبة في الساعة عندك كتاب الاسم هتلاقيه كاتب 10 ل 12 لعبه في خلال 10 ل 12 ساعه اللي هو تقريبا فترات الصحيان والفوقان ايه بتاعتي طب واذا الدكتور يعتد بيه الهيستوري ده ان انا اعمل ديلي فيتال موفمنت كاونت شورت اللي بيسموه كاردف كاونت تو 10 يلا نعد ال 10 والمينيمال عندي هي 10 لعبات في ال 10 ساعات هل ده يا دكتور شيء يعتد بيه والاجابه هي لا طبعا لان ده يعتمد على حاجتين الاكتيفيتي بتاعت البيبي ما يمكن يكون هتخلف عيل بطه كسول متحركش كتير والاحساس بتاع الام طب ما هي ممكن تكون عندي منعدمه الايه الاحساس ما عندهاش دم تمام انا ما اقدرش اجيب ام بري كانسا واحجزها في المستشفى عندكم في القصر العيني تمام واقول لها انا معتمد على كميه الدم التدفق الدم اللي وصل البيبي عن طريق لعب البيبي لا لا حاجه خايبه حاجه بس بالتليفون اعلى معايا طب اعلى بالمستوى اللي هي يا دكتور بالاكزامينيشن سواء اكزامينيشن جنرال او سواء اكزامينيشن ابدومنال يعني يا دكتور محمد اكزامينيشن جنرال ان انت تجيب مراتك حضرتك عندك واخبارها ايه عندي وتوزنها تحطها عندي حضرتك على ايه عندي على الميزان وتشوف اكتسابها للوزن اخباره ايه علما ان معظم اكتساب وزن الام اكتر في النص الاولاني ولا في النص الثاني في النص الثاني من الحمل عارف ليه؟ أقول لك أنا حاجة لذيذة أوي. حتى عارف يا أولاد عند الأسبوع العشرين وزن البيبي كام جرام؟ 500 جرام. حتى عارف عند الأسبوع الأربعين يوم حضرتك عند الولادة وزن البيبي كام جرام؟ 3500 جرام. ياه ده معنى كده إن معظم وزن البيبي في السكند هاف. يبقى بالتالي معظم اكتساب وزن الأم في السكند هاف. بتمشي إلى حد ما بمعدل نص كيلو كل اسبوعين نص كيلو كل عندي تويت خد بالك علشان كتاب الاسم عندك الامس كيلو هيجي مباشرة من كتاب الاسم نص كيلو كل اسبوعين طب وليه كده يبقى on average الست غالبا هتكتسب وزن قد ايه تقريبا في الحمل نص كيلو في الاسبوعين النص الثاني 20 اسبوع 20 في نص يبقى الافرج كام 10 كيلو وفعل الحوامل المفروض يزيدوا من 9 ل 12 كيلو في الحمل. أو المصريات من 19 ل 21 كيلو على الأقل، تمام؟ والله العظيم اللي بتبقى بتزيد وما بتعديش ال 20 كيلو بتبقى عاملة دايت، ده حلو قوي، تمام؟ نص كيلو كل أسبوعين. فأنت جنرالي هتفضل إيه؟ توزنها. بس شايف الوزن ابتداء من الأسبوع كام؟ من الأسبوع ال 20. زي ما لعب العيل ابتداء من الاسبوع كام بيبقى منتظم من الاسبوع ال 30 هل الوزن ده شيء يعتد بيه؟ لا طبعا لان في امهات عندي بتدخل جامد قوي في الحمل في امهات بتاكل كتير في امهات بتورم في السلوشكا القديمه ففي امهات ممكن تبقى عندها فوليا درامنس تبقى عندها توين فموضوع الوزن ده ايه رايك فيه؟ موضوع حلو ولا موضوع فاشل؟ فاشل وخد هذه الكلمه من اخوك الكبير دكتور محمد ليس هناك أي علاقة بين اكتساب الأم والوزن وبين وزن الجنين. خد المعلومة التانية. وليس هناك أي علاقة بين وزن الجنين وبين صحته. مش بالكيلو يا باشا، مش بالتخن يا حبيب قلبي. حاجة اسمها فوق مش لا الواد رفيع بسم الله ما شاء الله، واد عبد الله ممكن يغلبني في الرسم يقول لي آه هو رفيع بس عصبي، عصب. تمام؟ فهي مش بالوزن. مفيش علاقة بين اكتساب الأم للوزن ووزن البيبي. ما فيش علاقة بين وزن البيبي وصحته. إذا متابعة الوزن ده كلام فارغ. بره بطل القصة الخايبة دي. إحنا مصر لسه بنتابع عشان مصر شغل سوق. تعالى يا ست الكل وأخبارك إيه وأخبار توتشي إيه وبوتشي إيه وتعالي ووريني كده وزنك طب أي كلام.
انما بره الوقت والزمن له عندي معنى له فلوس. انما احنا علشان متابعه الحمل كلها رغي واي كلام فبنوزنه بره بطول الوزن عشان بيعمل احباط للستات. قولوا لي ليه؟ لان لو لقيت نفسها اوفر ويت يا نهار اسود واخس ازاي بعد الولاده؟ طب ولو لقيت نفسها اندر ويت يا نهار اسود وابن هيجي له اكل ازاي؟ فدايما الاجابه يا نهار اسود. طب انت توزنها ليه من اساسه؟ لو اوفر هتزعل على نفسها، لو اندر هتزعل على ابنها. طب خلاص يا دكتور فات الجنرال اكزامينيشن ابدومنال اكزامينيشن. يعني ايه ابدومنال اكزامينيشن؟ يعني بنجيب منظوره يا دكتور بذمتك انت بتجيب منظوره وبتقيس عندك محيط البطن؟ لا طبعا مستحيل. بس انا بقول الكلام اللي مكتوب عند الدكتور. اسمه ايه حضرتك؟ اسمه ده ابدومنال جيرث القطر التخان جيرث. تمام؟ وتشوف البطن بتكبر ولا لا؟ طبعا الكلام ده تهريج لان في عندي ديفرنشال دايجنوز في ايه؟ فاندال ليفل اباف ذا بيريد اوف امينوريا والفاندال ليفل بلو ذا بيريد اوف ايه؟ اوف امينوريا. افرض حضرتك ان الست دي ما هياش حامل في بيبي واحد، حامل في مين؟ قولوا لي يلا ايه الحاجات اللي ممكن تخلي الفاندال ليفل اعلى من بيريد اوف امينوريا؟ لا امسك الاول البيبي وبعدين المايه اللي حواليه وبعدين الرحم. يلا البيبي بيبي كبير ماكروسوميك او بيبي كتير اسمه توين، برافو عليك. او حضرتك عندي بيبي مشوه زي الهيدروسيتالس بيبي مائي، برافو عليك. ادي البيبيهات ماكروسوميك توين مالتيبل بريجننسي هيدروسيتالس. طب امسك الميه كلها درابنس. طب امسك الرحم فايبرويد اسوشيتد فايبرويد مع اليوتر. طب امسك المشيمه، انهي مشيمه اللي كانت بتكبر الرحم؟ اكسيدنتال هيمرج، برافو عليك. او في حاجه معينه جت مرض في المشيمه، ايه الديزيز اوف كولونيك بالله اللي احنا درسناه؟ ديزيز الهرمون، برافو عليك. يبقى لما اجي اقول لك عندي الايه الديفرنشال دايجنوز اوف فاندال ليفل ابوف بيريد اوف امينوريا، شايف الناصح بيقول ايه؟ حاجه من العيل، حاجه من الميه، حاجه عندي من المشيمه، حاجه عندي من الرحم، برافو عليك. تمام؟ ايه يا دكتور اللي في العيل؟ توأم حضرتك ماكروسوميك هيدروس مشوه هيدروكيفلس هيدروسيتالس حاجات كده متختخه الواد. يبقى عيل حضرتك عندي ماكروسوميك، عيل حضرتك عندي مالتيبل، او عيل حضرتك عندي انومالايزد زي الهيدروسيتالس طفل المائي. الميه طبعا بتكلم عن كوليادرامنوس. الرحم طبعا بتكلم عن اسوشيتد فايبرويد. المشيمه بتكلم على الاكسيدنتال هيموريدج اللي هترفع لفوق. تمام؟ او بتكلم على الفيزيكلر مول مرض في المشيمه، برافو عليك. تمام؟ ايه لو جالكم في الاس كيو اشهر سبب لفاندال ليفل ابوف ذا فيلد في امنوريا؟ نعم؟ رونج كالكوليشن، حسبنا غلط. تمام؟ حسبنا غلط. انت 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 بيتهيألك ان الست حامل في 36 اسبوع رغم ان هي حامل في قد ايه؟ في 32 اسبوع. اشهر حاجه تخلي الحوامل يغلطوا في الحساب ان هي تحمل على امينوريا او تحمل على بليدي. اشهر سبب يخليهم يحملوا على امينوريا ان هي تحمل وهي بترضع. كتير قوي تحمل وهي بترضع والرضاعه صعبه تعمل امينوريا. الحالة هي بترضى مش تعرف تديك لاست مينستر بيريد صح او تحمل وعندها الريجلر بليدنج. تمام؟ لاي سبب بقى من الاسباب. فعلشان كده انا بقول لك الاعتماد على الابدومنال جيرث ده كلام فارغ برضه. انا عايز توصلنا لايه؟ بس يلا قولوا لي بقى العكس. طب وايه اسباب الفاندال ليفل بلو ذا بيريد اوف امنوريا؟ ها خش في العيل. عكس الماكروسوميا مين؟ الانتراترون جروث ريستريكشن، برافو عليك. تمام؟ طب ادينا حاجه ثانيه في العيل. ماشي انتراترون في تلدس اوكي هي يعني قريبين من بعض. ماشي ادينا حاجه ثانيه في العيل. انا كيفلي بس مش لدرجه انت يعني خدتها بعكس الهيدروكيفلس مش لدرجه تلعب قوي بيني وبينك يعني في الفضل ده. اقول لك على حاجه ترانسفيرس لاين. لو الوعي بالعرض هيبان ان هو ايه؟ هيبان ان هو الحجم البطن صغير ترانسفيرس لاين. او بدل ما الميه تبقى كتيره تبقى الميه ايه عندي؟ قليله. اولجا هيدرامنس او بريماتور رش فورمولي. بس هي دي الاسباب الفاندال ليفل مين عندي؟ بلو. ماشي يا دكتور.
على بركة الله. الله يبقى الدكتور بقى ازاي هتطمن على بطن على الجديد اللي جوه مدام وفاء ده انت هيستري قعدت تشتم فيه وتقول مش كل العيال بيلعبوا مش كل الامهات عندها احساس والاكزامينيشن سواء جنرال او ابدومينال قعدت تشتم فيه مش فاضل غير عندي غير مين يا اولاد غير الانفستيجيشن تعمل ايه يا دكتور محمد بالانفستيجيشن دي عندي والله عندي ثلاث الات يا اولاد اله اسمها الترا ساوند آلة اسمها سي تي جي آلة اسمها ايه عندي دوبلر آلة اسمها عندي مين عندي دوبلر تعال نشوف احنا بنعمل اول حاجة ايه اول حاجة يا دكتور بنعمل السي تي جي ايه السي تي جي ده بجيب حضرتك الست الحامل من دول تمام وبعدين حضرتك ننيمها كده على ظهرها زي ما انت شايف كده نايمة على السرير تمام اوكي لكن لازم تكون بعد الاسبوع كم زي ما اتفقنا بعد الاسبوع 30 لان انت راح دلوقتي عندي تقيس ضربات قلب مين الجنين فلازم حضرتك عندي يكون الجنين ده مخه نظيف لان مين اللي بيتحكم في ضربات قلبه المخ بعد الاسبوع 30 ولازم تكون ايه كمان الست عندي الشرط الثاني واكله حاجه فيها سكريات امال ايه اللي هيدي طاقه للبيبي ده ويخليه ماله ويخليه عندي يلعب كويس طب بعد يا دكتور لما بتجيبها فعلا الاسبوع 30 وتبقى واكله ايه الاخبار عندي ده نايم على السرير وادي الرحم وادي الجنين اللي جوه الرحم وادي مين عندي حضرتك وادي اهم حاجه عندي موجوده فيه اللي هي مين عندي قلبه وبعدين بتعمل ايه يا دكتور بعدين بحط عدد 2 حزام على بطن الست دي حزام عندي حضرتك على اكتر مكان بسمع فيه عندي حضرتك ضربات قلب البي الا بالمناسبه اشهر مكان بيتسمع فيه نورمالي الفيتال هارت ساوند فين يا اولاد ميدوي ما بين الامبيليكس والانفيوس بيليكس باي الحته دي بالظبط تمام ميدوي بتروح كده حضرتك سامع هنا اكتر حاجه يبقى ادي الحزام كل حزام له توكه التوكه دي هي السنسور بتاعه فالسنسور تتحط عليه طيب والحزام ده يا دكتور متوصل بايه متوصل بكهرباء متوصل عندي بجهاز والجهاز ده هيطلع ايه عندي ورقه برافو عليك طب يا دكتور ده كده هيرسم ذبذبات القلب بتاع الجنين ذبذبات القلب بتاع الجنين بنسميها سيب كارديو طب انت قلت حزامين يا دكتور فين الحزام التاني الحزام التاني دايما السنسور بيتحط على مين على الفندس اشمعنى الفندس اصل الحزام التاني ده اللي هيقيس انقباضات الرحم الطاقه اللي طلق عارف الطاقه اسمها ايه عندي بالانجليزي توكو واكتر طاقه طالعة من الابر سيجمنت طالعة من الفندس اشكال الحزام التاني دايما ثابت عندي على الفندس الله ده بقى كده بقى في عندي ذبذبتين يا دكتور ذبذبه ضربات قلب البيبي وذبذبه انقباضات الرحم ده الذبذبتين دول يا دكتور هيطلعوا على ورقه حد عارف يعني ايه ورقه بالانجليزي يعني جراف ممكن تقول لي الحركه دي كلها اسمها ايه كارديو توكوجرافي سي تي جي يعني اول مره افهم يعني ايه يا دكتور محمد يعني ايه سي تي جي كارديو توكو حضرتك مين عندي جراف طب يا دكتور محمد الذبذبات اللي بتطلع دي معناها ايه وايه قصتها وايه الاخبار عنها يلا بسم الله الرحمن الرحيم اما تيجي تبص عندي حضرتك على السي تي جي وايه الجراف اللي هيطلع فبقى عايز اكبر لك اللي هيطلع عنه هتلاقي في ذبذبتين اثناء الحمل حضرتك مبدئيا الذبذبه اللي تحت دي هتبقى عامله كده ليه حضرتك عندي عامله كده اي كلام لان اثناء الحمل في ترانكو تراكشن ولا مفيش انما الذبذبه اللي فوق هي اللي شغاله فاول حاجه هتلاحظها ان الذبذبه بتاعه الهارت حضرتك شغاله ما بين 120 ل 160 دكتور ما احنا عارفين هذا الموضوع ما هذا الكومبوننت بنسميه مين عندي بنسميه ذا فيتال هارت ريت برافو عليك فيتال هارت ريت طب يا دكتور انت بعد ما بتبص على السي تي جي بتعمل ايه بروح مدي البيبي ده سكور بديله عندي رقم من 10 رقم من 10 يا اما 10 من 10 9 من 10 8 من 10 7 من 10 هو يا دكتور انت هتشوف كم ايتم بشوف خمسة ايتمز كل ايتم من دول يا ياخد يا صفر يا واحد يا اتنين دكتور احنا علينا نعرف كل ايتم هياخد كام لا طبعا انت مش ماجستير يو ار سو اندر جراديويت
انت بس عليك تعرف ايه هم اقسام الخمس ايتمز. طب يا دكتور ممكن اعرف بجد ايه هم عندي اقسام الخمس ايتمز؟ واحد بتعلق على الفيتال هارت ريت، والنورمال فيتال هارت ريت ما بين كام وكام؟ 120 ل 160 يطلع الافرج 140. بس بص هروح رسم لك خط كده في المتوسط ما بين 120 ل 160. لو جيت دققته تعالى يا ولاد ضموا قدام اللي قاعدين ورا خالص، لو ضميت هتكتشف ان ده مش خط، هتفاجئ ان هو عباره عن ايه؟ زجزاج 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 بالمنظر ده. عارف يعني ايه زجزاج بالمنظر ده؟ يعني في ضربه قلب هتلاقي ضربه عند 150 والضربه اللي بعديها عند 130، ضربه قلب عند 135 واللي بعديها عند 125. ايه ده يا دكتور ده؟ ده في فاريشن رهيب ما بين كل بيت والاخرى، ما بين كل بيت والاخرى. There is something called beat to beat variability. انت عارف ان انا ابني اما الاقي ان there is variation ما بين كل بيت عندي والثانيه، ده شيء بيطمني جدا. عارف بيطمني ليه؟ انا بعرف كده ان واد ابني ده صاحي. اصل ايه السيستم اللي مسيطر على مخ ابني؟ السمباثيتك ولا الباراسمباثيتك؟ السمباثيتك. فالسمباثيتك دايما عايز يخليه يضرب فوق على العالي، لكن الواد ده بقى من نصحته يقول له مخه ايه؟ انت عم الحاجة اللي فوق تكير، احنا 30 اسبوع كلها 7-8 اسابيع وايه ونتولد، وساعتها انا مش محتاج السمباثيتك ده لان هشم الاكسجين الحلو بتاع ربنا. انا عايزك بقى تهدى شوية، وساعتها مين اللي يشتغل؟ الباراسمباثيتك. يقول له خلاص اوكي اتفقنا، ساعة الولادة هعمل سويتش اوف للسمباثيتك وعمل سويتش اون للباراسمباثيتك. ولحقك حلك التعبيط ولا ايه؟ تعايز ننزل من 160 ل80 فجأة داي صح، انزل من الدور السابع فوق الارض للدور السابع تحت الارض. طب حد عنده حل؟ هذا الشينج يحصل صدلي ولا جرادولي؟ جرادولي. تقول له طب انت عايز دلوقتي؟ تقول له ممكن لو سمحت نبتدي نمرن القلب على الباراسمباثيك سيستم اللي هو يتعود عليه بعد الولاده. يقول لي يعني ايه؟ يقول لي يعني لو سمحت الضربه الجايه الباراسمباثيك هو اللي يشتغل. يقول له موافق. شايف اول ضربه مين اللي اشتغل؟ السمباثيك. خلينا على 145. يقوم الجسم يكلم المخ بتاع البيبي يقول له لو سمحت مرر بقى الباراسمباثيك. هتلاقي الضربه اللي بعديها 120. فبعدين المخ يصحى ويقول يا عم استنى يا عم، بس احنا لسه ما اتولدناش، احنا فين دلوقتي؟ احنا لسه في الحمل، انا عايز السمباثيك هو اللي يشتغل. بروح السمباثيك شغال. بقول له يا عم ما انا عارف انت حقك السمباثيك يشتغل، بس انا عايز امرن الباراسمباثيك. فالباراسمباثيك اللي يشتغل. يا عم استنى يا عم، ده انا دلوقتي لسه جوه البيبي، ده انا عايز السمباثيك اللي يشتغل. وبعدين بقى دي خناقه. مره سمباثيك مره باراسمباثيك، مره فوق مره تحت، مره فوق مره تحت. طب معنى كده ايه؟ ان بيت فوق بيت تحت، الدنيا ستيبل زيي ولا في فاريابيليتي؟ طب الفاريابيليتي دي لو شفتها حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه حلوه جدا، معناها ان ابنك مخه نظيف وعارف يدير الصراع بين السمباثيك والباراسمباثيك بالتساوي. عارف امتى انا اتضايق على ابنك؟ لو كان في عنده بيزل تاكيكارديا على طول او بيزل بريديكارديا على طول، يبقى ابني فاشل. انما اما يجي لك بقى في الام سي كيو beat to beat variability is the most reassuring system in CTG is the most reassuring sign in CTG تبقى الإجابة true. ياها أخيرا يا دكتور فهمنا هذا الكلام، أخيرا فهمنا هذا الكلام. ضربة فوق وضربة تحت، ضربة فوق، شايف الضربة فوق وضربة تحت دي هتبتدي تعمل لي مين؟ هتبتدي تعمل لي cycle. شايف الرسمة اللي موجودة عندك في الوقف فين كتاب الاسم؟ شايف الرسمة دي؟ أنا عايزك تبتدي تفهمها بقى معايا. هتبتدي تعمل لك إيه عندي؟ هتبتدي تعمل سايكل. يعني إيه يا دكتور هتبتدي تعمل لي سايكل؟ عارف الحكاية دي بتفكرني بمين؟ بتفكرني بيك وأنت لسه طالب في سنة أولى في بداية كده حياتك، هذه السايكل. أصل كلنا القلوب ها بين يدي الرحمن يقلبها كيفما يشاء. شايف أنت إيه اللي حصل لك؟ وانت في سنة أولى كان عندك صراع، تمام؟ إيه اللي حصل؟ صراع بين الخير وبين الشر، صراع بين الخير وبين الشر. شايف النهاردة يا سمير أنت كنت مع واحد زميلك كويس، فخلاك تذاكر، الكلام ده في سنة أولى. فلما ذاكرت أنا رسمت لك الضربة فوق. تاني يوم رحت مع واحد وحش، فخلاك ما تذاكرش، فرسم لك الضربة تحت. تالت يوم رجعت لصاحبك الأولاني كويس. لو ذاكرت وما المغرب قدم في البيت اخدك معاه ورحت صليت العشاء.
وثالث يوم رحت حضرتك لقيت صاحبك الفاجر ده وضربك ده. يوم كنت بتذاكر يا سمسم ويوم لا، يوم بتذاكر ويوم لا، يوم حلو ويوم وحش، يوم حلو ويوم، لكن المحصلة في الآخر إنك جبت إيه عندي في سنة أولى؟ جبت امتياز. المحصلة في الآخر ما شاء الله على اللونج تيرم جبت امتياز. جيت سنة ثانية بقى اتغريت، شايف اللي حصل؟ يوم تذاكر يوم ما تذاكرش، يوم حلو يوم وحش، يوم حلو يوم مر، لكن المحصلة في الآخر إنك خبت وفشلت ويا فاشل جبت إيه؟ جيد. شفت اللي حصل؟ فانت عمال على اللونج تيرم تتغير شويه لفوق وشويه، عارف زي الزبزبات كده الكهرباء، العداد بتاع الكهرباء عندي. طب يا دكتور الزبزبات دي بنقيسها ازاي؟ بنقيسها بحاجه حضرتك عندي اسمها عندي الامبليتيود، صحيح انا من تحت لفوق قد ايه اسمها الامبليتيود، والفريكونسي قد ايه حضرتك عندك بتتكرر الزبزبات دي، امبليتيود وفريكونسي. عارف امبليتيود يعني ايه؟ انت من تحت لفوق عليت قد ايه المقدار الفاليو، يعني برافو عليك عليت قد ايه. فريكوانسي عمال تعمل عندي كام سايكل في الدقيقه، انا بسميها زي عداد الكهرباء. على فكره الكهرباء مش بيقرا العداد، بيقرا بياخد القرايتين دول، تمام؟ متوسط الاستهلاك، تمام، والتكرار بتاع السايكل بتاع العداد دي اخبارها ايه. وما هو الامبليتيود والفريكوانسي الا انعكاس لحاجه واحده بس، انعكاس ايه يا دكتور؟ للبيت تو بيت فاريابيليتي ده. بس انا لغايه دلوقتي يا ولاد زعلان، عارف زعلان ليه؟ لان انا كده زي ما كنت بعمل رسم قلب البلاط، تسمعوا عارفين رسم القلب؟ رسم القلب العادي بتاع الناس الكبار دول، عملت كده رسم قلب لان انا طالع نورمال، لان انا طالع نورمال. فالدكتور كان نصح قوي، قال لي على فكره رسم القلب ده ولا له اي معنى، ولا حاجه من اللي احنا بنقولها دي ليه معنى. قلت له ليه؟ لان قال لي ابوك نايم على السرير. قلت له طب امال ايه رسم القلب الجرح اللي يفقس ابويا اذا كان عارف يودي دم للقلب ولا لا؟ قال لي رسم القلب بالمجهود. قلت له يعني ايه رسم القلب بالمجهود؟ قال لي انا عايز دلوقتي فاضل لي 2 كومبوننتس 4 و5، وال 2 كومبوننتس دول انا بسميهم رسم القلب عندي بالايه؟ بالمجهود. يعني ايه يا دكتور محمد هذا الكلام؟ يعني حضرتك هشوف ضربات القلب دي انعكاسها هيحصل ايه عندي لو البيبي عمل مجهود، هيحصل ايه عندي لو الرحم عمل مجهود. عارف حضرتك انعكاسها ده ايه؟ انعكاسها بينعكس عندي على حاجتين، يا اما عندي ضربات القلب تطلع فعلا فوق اسمها اكسلريشن، او يا اما ضربات القلب عندي تنهار لتحت عندي يبقى اسمها ايه عندي؟ ديسلريشن. خير يا دكتور؟ معلش قول كده تاني، يعني ايه قصه الاكسلريشن ويعني ايه عندي قصه مين عندي الديسلريشن؟ قصه الاكسلريشن وقصه عندي الديسلريشن. القصه دي جت بفكره رائعه قوي. قال لك ايه؟ قال لك حضرتك لو البيبي اللي جوه بطن الست دي اتحرك، مفروض يبقى رد الفعل عندي بتاع القلب ان ضربات قلبه تفضل زي ما هي ولا تزيد؟ تزيد. برافو عليك. عشان كده قال لك ايه عندي؟ لو انا فجاه جريت ورحت لسمير، لو انا مخ نضيف هينتبه ان عضلاتي لازم تتحرك، وعشان عضلاتي لازم تتحرك لازم يوصل لها دم كويس، عشان يوصل لها دم كويس القلب لازم ايه؟ يزود عندي حضرتك الضربات بتاعته. فقال لك ايه؟ خلي الست دايما زي ما هي بدون اي مشاكل وبدون اي حاجه، بس خليها تبقى ايه عندي؟ واكله. ماشي، عشان نوصل طاقه للبيت، ومسكها في ايدها كده حضرتك عندي زرار زرار. اول لما تحس عندي لعب البيبي تروح دايس على الزرار اوتوماتيك، لما هتدوس على الزرار هيترسم عندي على الورقه دي سهم عامل كده. السهم اللي عامل كده باللون الازرق ده معناه ان البيبي هنا عمل مين؟ حركه. لو البيبي ده سليم مفروض يحصل فيه ايه؟ اكسلريشن. لو البيبي ده سليم مفروض يحصل فيه ايه عندي؟ مفروض ان يحصل فيه اكسلريشن. يعني ايه البيبي ده سليم؟ مخه نضيف وعارف انا اتحرك يا واد لازم الدم يوصل لعضلاتي، عشان الدم يوصل لعضلاتي لازم ان ريسبونس عندي ازود ضربات مين؟ القلب. البيبي الكويس هو اللي يعمل عندي حضرتك 2 اكسلريشن في ال 20 دقيقه. طب افرض يا دكتور محمد عدت 20 دقيقه وابنك كان نايم وحضرتك ما اتحركش، يا سيدي بنمد هذا الاختبار اب تو لغايه 40 دقيقه. لا بس ما بياخد تايم كونسبشن، مين اللي قال 15؟ قاعدة مهمة جدا.
ان حضرتك اكسلريشن معناها انك بتعلى لفوق على الاقل عندي 15 بيت وبتفضل عندي على الاقل عندي لمده 15 ثانيه. ده تعريف الاكسلريشن 15 15. طب الاسم عندكم موضحها جدا. انا مرعوب من الام سي كيو بتاعكم اللي انا متاكد منه من خبرتي معاكم شور هيجي من كتاب الاسم بس ماسكين كل حرف. أيوة. فانت من الجلد للجلد زي كل مره. فاكرين الامتحان السهل اللي فات؟ ما شاء الله. لا لا لما فعلا بتلعبوا على كتاب الاسم جامد. فعلى الاقل 15 بيت عندي لفوق لمده عندي 15 ثانيه عندي مين؟ عندي اكسلريشن. طب لو حصل اكسلريشن دي حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ لا دي حاجه حلوه. حاجة حلوة. طيب فهمنا حكاية الاكسلريشن. لو حصل لي يا دكتور عندي اثنين حركتين، لو حصل لي اثنين اكسلريشن في العشرين دقيقة او الاربعين دقيقة بقول على ابني ده رياكتف، بقول على ابني ده حلو وياخد حضرتك عندي اعلى سكور ياخد اثنين في هذا الايتم ياخد اثنين من اثنين. ماشي يا دكتور على بركة الله. أمال إيه حكاية الديسيلريشن بقى؟ إيه حكاية الديسيلريشن؟ جم عملوا اختبار تاني، الناس قعدوا يفكروا كتير ويقول لك أنا عايز أعمل رسم قلب بالمجهود. أول حاجة عملنا إن ريليشن لمجهود البيبي. طب وقال لك تاني حاجة نعمل إن ريليشن لمجهود من عندي؟ الرحم. يعني يا دكتور محمد عندي إن ريليشن لمجهود الرحم عندي؟ الودة لو حصل يوتراين كونتراكشن عندي يا حضرتك عليه اتعرف ان اليوترس بيكونتراكت للاسف بيقفش على مين عندي؟ على الاوعيه الدمويه. تعرفين الحكايه دي؟ من ضمن صفات اليوترين كونتراكشن اللي احنا درسناها تحت عنوان سي بي ار اي اي، فاكر؟ ار يعني ريزميك. هتفكر ليه كان لازم الكونتراكشن ماكسيمم تيجي كل 3 5 دقائق وماكسيمم تقعد 40 60 ثانيه؟ لان البلاس سبلاي بيخش ديورنج عندي كونتراكشن ولا ريلاكسيشن؟ ريلاكسيشن. فعملنا اختبار تاني قاسي. هو دكتور محمد اختبار قاسي عملنا كونتراكشن لليوترس. طب ما دكتور لما تعمل كونتراكشن لليوترس معنى كده انك قفشت على الاوعيه الدمويه. ده معنى كده ان البيبي ده هيتنفس ايروبيك ولا انيروبيك؟ لا استنى بقى ما تقلقش. في فرق بيني وبين غيري. انا امثل البيبي السليم. يعني لا امي حضرتك بخيله ولا المطبخ بتاعي اخباره ايه؟ وحش. سليم لدرجه ايه؟ هيموجلوبين اف 18، عندي هايبر دايناميك سيركيليشن، السمباثيتك سيستم تون هو اللي واخد بريفيلنج عندي، والفيتال هارت ريت عندي عالي ما بين 120 ل 160. عارف ليه؟ عشان يبقى فيه تيشو اوكسجينيشن كويس. عشان يبقى الاكسجين رايح لكل الانسجه اللي عندي. بحيث ان انا اخد عندي حضرتك في ايام الضنك دي اخد من ايام العز اللي كنت فيها. قصدك تقول ايه يا دكتور معلم؟ قصدي اقول لك ان البيبي كويس هو اللي عامل ستورج على المخازن الاكسجين. اعمل عليا يوتران كونتراكشن ولا تفرق معايا. عارف ساعتها لو انت كابس على نفسه وعامل يوتران كونتراكشن مفيش بلاد سبلاي خالص انا برضه هتنفس ايروبيك بسبب ان عندي فيري جود مين؟ ستورز. يبقى انا مش هتاثر بحاجه. امال مين البيبي الوحش؟ البيبي اللي مش البيبي اللي مش واصل له دم كافي، اللي عنده بلاسينتال انسفشنسي، يا دوبك الدم واصل له بحيث انه عمال بيتنفس بالعافيه، عنده مخازن ده ولا ما عندوش؟ ما عندوش. طب افرض حصل يوتراين كونتراكشن؟ لا ما عنديش مخازن اخد منه، طب اتنفس ساعتها ايروبيك ولا انيروبيك؟ طب اما اتنفس انيروبيك حضرتك عندي مين الاسيد اللي هيطلع؟ واللاكتيك اسيد ده هيعمل ايه على الهارت؟ ديسيلريشن. يبقى حدوث الاكسلريشن ده حاجه حلوه، حدوث الديسيلريشن ده حاجه وحشه. قول تاني كده يا دكتور، قول تاني حكايه حدوث الديسيلريشن دي. اتضح ان الاكسلريشن والديسيلريشن دول انعكاس للحركه، انا بسميها مجازا بيني وبينك رسم قلب المجهود. مجهود مين يا دكتور؟ مره مجهود البيبي ومره عندي مجهود الرحم. طب يا دكتور محمد يعني ايه حضرتك عندي مجهود البيبي؟ يعني ابني لو اتحرك المفروض يعمل يحصل اكسلريشن وده حاجه حلوه. لو حصل اثنين في العشرين او في الاربعين دقيقه بقول على ابني رياكتيف. لو حصل اقل من كده بقول على ابني نون رياكتيف. طب ايه حكايه الكونتراكشن بتاعت الرحم دي؟ ناس حضرتك عندي فكروا فكره وقال لك حضرتك الست الحامل دي ما مديها حضرتك اوكسيتوسن
نديها حاجة تجيب عندي يترين مين عندي يترين كونتراكشن. والله لو محمد حلو والله لو محمد حلو يبقى حضرتك عندي محمد لا يمكن يتأثر بهذه الكونتراكشن. ليه يا دكتور؟ ده الكونتراكشن دي تقفل على اوعية دموية ده كده البيبي مش وصل له سبلاي. ما تقلقش بس محمد حلو عنده ايه؟ مخازن. بس كان عنده خير كتير من امه اصل امه حلوة والمشيمة حلوة فعامل حضرتك فيش اكسجينيشن مخزن اكسجين في كل حاجه يقدر يستحمل كونتراكشن يقدر يستحمل 40 60 سنه. لكن لو انا عندي بلاسنتال انسفيشنسي ده انا عايش بالعافيه مجرد ما حضرتك تعمل عندي يوتراين كونتراكشن هيبتدي يحصل عندي انيروبيك ميتابوليزم هيبتدي يحصل لاكتيك اسيدوزس هتبتدي تلاقي البيبي يبتدي يحصل فيه مين عندي ديسيلريشن. فدكتور اللي انتوا بتعملوه ده حاجه زباله قوي. ده انت معنى كده حضرتك انك بتعمل ايه؟ بتعمل عندي كونتراكشن على الرحم. ده انت بتحط كده ستريس على البيبي. عارف الحكايه دي بنسميه ايه؟ ده كونتراكشن ستريس تيست. حاجه وحشه قوي يا دكتور. انت عارف ليه دي حاجه وحشه؟ حد يقول لي ليه الكونتراكشن ستريس تيست ده لاغي؟ انت عارف زمان كانوا بيسموه ايه؟ ذا اوكستوسن تشالنج تيست. عارف يعني ايه اوكستوسن تشالنج تيست؟ يعني انا بتحداك يا بيبي ان انا هدي الام اوكستوسن وهجيب كونتراكشن وهعمل عليك ستريس وهتحداك هتقدر تستحمل ولا يجيلك ديسيلريشن ولا ربما تموت. شوف العرض. عشان كده اتلغى. لان انت لما تجيب كونتراكشن على الميتافرد البيبي ده بجد ضعيف ممكن يقيم مني يموت منك. لا استنى خد دي وممكن الام اللي بتجيب لها كونتراكشن تقيم منك تولد منك. فما عادش حد بيعمل ده كونتراكشن ستريس تيست. امال ايه اللي بنعمله يا دكتور؟ لا ولا حاجه. انا حضرتك بنستنى البيبي يتحرك. طب لو البيبي يتحرك في اي ستريس؟ عارف حركه البيبي دي بنسميها مين؟ ذا نون ستريس تيست. يا كنت مستني الكلمه دي من اول الحصه يا دكتور. خلاص انا عرفت كده ان حضرتك الاكسلريشن دي حاجه حلوه وان الاكسلريشن بنسميها ذا نون ستريس تيست. لان فعلا انا ما بحطش اي ستريس عندي على المين على البيبي. والديسيليريشن ده حاجه حضرتك وحشه وحضرتك عشان اجيب ديسيليريشن عندي لازم اعمل يوتراين كونتراكشن اسمها مين عندي اسمها حضرتك كونتراكشن ستريس تيست. ما عادش حد بيعملها اثناء الحمل. لكن كده كده غصب عنك هتشوفها اثناء الايه عندي اثناء الولاده. عشان كده تكير انا بتكلم على مين بس؟ على الحمل بس. طب قول كده تاني يا دكتور. انت حضرتك لو جات لك واحده حامل ازاي تطمن على البيبي؟ ازاي تطمن على البيبي وانا حامل؟ حضرتك اول حاجه بتجميستر اللعب العيل ما يهمنيش. بعمل اكزامينيشن جنرالي بشوف الويت وابدومن اللي بشوف الجرث ما يهمنيش. امال ايه اللي يهمك يا دكتور محمد؟ الانفستيجيشن. طب اول انفستيجيشن بتعملها ايه يا دكتور محمد؟ بعمل سي تي جي. طب يا دكتور في السي تي جي ايه حضرتك عندي اللي انت بتشوفه؟ بعمل حضرتك النون ستريس تيست. طب يعني ايه يا دكتور النون ستريس تيست؟ يعني بشوف ان الفيتال هارت ريت كويس وبشوف ان في امبليتيود وفريكوانسي كويس انعكاس ان في عندي بيت تو بيت فاريابيلتي وبشوف اذا كان البيبي رياكتيف ويحصل له عندي اثنين اكسلريشن في ال 20 دقيقه ولا لا اللي بيسموهم عندي النون ستريس تيست بدون اي ستريس عندي على البيبي. طب يا دكتور وزمان؟ وزمان كانوا بيعملوا حركه زباله ان هم يعملوا مين؟ كونتراكشن ستريس تيست. احنا بطلنا نعمل هذا الكلام. طب افرض يا دكتور محمد بجد ان السي تي جي لقيته مش حلو لقيت الفيتال هارت ريت مش عاجبك لقيت البيت تو بيت فاريابيلتي مش قد كده لقيت ان البيبي ما عملكش الاكسلريشن اللي انت بتتكلم عليها دي اعلى. يعني ايه اعلى بالمستوى؟ عندك حاجتين تقدر تعملهم. عندك حضرتك تقدر بالالترا ساوند تشوف عندي البروفايل العام بتاع البيبي الجنرال بروفايل بتاع العام. الجنرال بروفايل بتاع البيبي ده بيسموه مين؟ ده بايو فيزيكال بروفايل. طب يا دكتور انا عايز اعرف هو في فرق بين كلمة السي تي جي وفي فرق بين كلمة ذا بايو فيزيكال بروفايل؟ البايو فيزيكال بروفايل هو كمان بيشوف ايه يا ولاد؟ بيشوف عندي برضه خمسة ايتمز بس كل ايتم فيهم يا ولاد وده مكتوب عندكم بقى في كتاب الاسم بالتفصيل
بس شوف الاختلاف وكتبها في خمسة للذين وهتيجي في الام سي كيو. هنا كل ايتم في السي تي جي هياخد يا صفر يا واحد يا اثنين، انما هنا كل ايتم هياخد يا كام يا كام، يا صفر يا اثنين. حد بذمتكم ذاكر الحته دي وخد باله من الموضوع ده، يا صفر يا اثنين. يعني هنا ينفع البيبي ياخد 5 من 10 7 من 10 تسدي اسئله الشفوي، السي تي جي ينفع ياخد 5 من 10 7 من 10 9 من 10 لان في رقم واحد. انما البيوفيزيكال بروفايل ياخد عندي كام؟ 2 4 6 8 10 ما ينفعش فيه رقم فردي لان اوريدي ما فيهاش رقم فردي. طب ايه يا دكتور الخمسه كومبوننتس بتوعي؟ ايه الخمسه كومبوننتس بتوعي؟ شايف كومبوننت الاولاني بس السي كل السي تي جي اللي انا بقوله ده حركات القلب دي اسمها كومبوننت نمبر 1. طب يا دكتور وايه تاني يا دكتور محمد؟ وايه عندي نمره 2؟ الابيوتيك فلويد، كميه الميه، كميه الميه. طب وايه التالت يا دكتور محمد؟ الحركات بقى زي ما احنا قلنا البريدنج موفمنت، تنفس. طب ايه تاني زي ما قلنا؟ الحركات بقى زي ما قلنا حركه الدراع، حركه الدراع بيسموها عند حضرتك الفيتال اكتيفيتي، الفيتال عند حضرتك موفمنت او الفيتال اكتيفيتي. تمام. طب وايه حضرتك الحاجه عندي الخامسه والاخيره؟ الفيتال تون. دكتور ممكن اعرف الفرق بين كلمه اكتيفيتي وبين كلمه تون وكل حاجه من الكلام ده؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. سي تي جي حلو ياخد 2 وحش ياخد 0 ماشي. أبنيوتيك فلويد، خد بالك بقى إن إحنا عمرنا ما نقيس الأبنيوتيك فلويد فوليوم. ليه يا دكتور ما تعرفش تقيس الأبنيوتيك فلويد فوليوم؟ لأن أنا البيجا هو لو حطيت ألترا ساوند في شوية مية هنا، في شوية مية هنا، في شوية مية مين؟ ورايا. ما تعرفش تقيسه. أمال يا دكتور بيقيسوا حاجة اسمها أبنيوتيك فلويد إيه؟ إندكس. يعني إيه يا دكتور محمد إندكس؟ يعني نروح مقسمين كده حضرتك عندي الرحم أربع أرباع زي رغيف العيش كده بالظبط. ونقيس ونقيس على الصنار، نقيس كميه المايه اللي هنا ونقيس كميه المايه اللي هنا ونقيس كميه المايه، بنسميها ديوب، بنسميها بوكتس، بنسميها حضرتك بنقيس في الاربعه بوكتس، في البوكت ده اهو، في البوكت ده اهو، في البوكت ده اهو، بنقيس بنقيس الطول بتاعها اخباره ايه. ويهمك حاجه يا دكتور من ايوه النبي يا جماعه يهمني بس حضرتك النورمال، النورمال عندي من 5 ل 20. النورمال امنيوتيك فلويد اندكس، لان ده تعريف. ايه تعريف الاولوجهيدرامنوس؟ اقل من كام؟ 5. ايه تعريف البوليهيدرامنوس؟ اكتر من كام؟ 20. فمهم قوي حكايه ان انا اعرف ازاي بقيس الامنيوتيك فلويد. بتقيس الفوليوم يا دكتور؟ لا، بتقيس حاجه اسمها اندكس. طب ايه الاندكس ده؟ الاندكس ده هو الصم اوف ذا فيرتيكال دايمتر في الاربعه فوكتس اللي انا شفتهم دول. بقسم الرحم، هرجع اقولها لكم تاني في الاولجا درامس بولي درامس، برجع اقسم الرحم اربع ارباع زي رغيف العيش واقيس حضرتك اطول ديامتر هنا واطول ديامتر هنا. ايه ده كام؟ 4 و4 8 و2 10 و3 13. انت الامبيوتيك فلويد اندكس بتاعك 13 ستيب كله. يعني ايه 13 دكتور محمد؟ يعني نورمال. طيب بتقيس يا دكتور محمد الفيتال بريزنج؟ اه، تنفس الصدر اخباره ايه؟ الحركه بتاعت الصدر اخبارها ايه؟ طب ايه يا دكتور الفرق ما بين الفيتال اكتيفيتي والفيتال تون؟ فيتال اكتيفيتي يعني البيبي يتحرك. انا كده بتحرك، انا كده عارف يعني ايه التون؟ التون انك ترجع للنورمال. انا كده انا ده التون بتاعي، ان انا هادي. انا شايف الالم ده؟ انا جبته. ادي اسمها موفمنت. طب ولو رجعت كده اسمها تون. شايف البيبي بيقيم الكلام ده ازاي؟ كده الفيتال موفمنت والتون زي الفل، حركة المتاوبة دي، لأن فتح بقه دي أكتيفيتي، إنما بقك يرجع لأصله دي اسمها مين؟ تون. عملت كده فتحت إيديك اللي بيشوفه بالألتر ساوند دي اسمها أكتيفيتي، ورجعت تاني كده دي اسمها تون، عملت كده اسمها أكتيفيتي، ورجعت تاني دي اسمها مين؟ تون. فبتطمن على البروفايل العام بتاع البيبي. والارقام اللي عندكم الله يكرمكم مهمه يا اولاد. الحلم اكثر من 8 من 10. اقل من 8 من 10 وحش. يعني ايه وحش يا دكتور محمد؟ الله يكرمك اجري بسرعه واعمل دوبلر اطمن على كميه تدفق الدم عندي بتاعت البيبي عندي ماشيه كويس ولا لا. يبقى تاني يا اولاد انا ازاي بطمن على ابني اثناء الحمل؟ واحد هيستري، ها مدام وفاء ابنك بيلعب كويس؟
دكتور بس بقى له اربع ايام مش قد كده. يا نهار اسود تعالي لي جاري بعد كده ما دام وافقه على الميزان خرب بيتك. انت بقى لك حضرتك شهر ونص نفس الوزن. يا دكتور في حاجه مال وشك كده اتخضب. لا 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 ما تقلقش وريني كده الفاندل ليفل واديني الابدومينال جيرد. مش مرتاح لك يا وفاء مش مرتاح. المفروض دلوقتي 34 اسبوع بس الفاندل ليفل مدي 30 اسبوع صغيرين شكلنا. طب يا دكتور وغوشت قلبي وغوشتني طمنا الله يكرمك. طب معلش كل كده حاجه مسكره في الكل ونامي كده على السخير. يا دكتور ايه اللي انت بتعمله؟ لا معلش مش هتكهرب ولا حاجه. وراح حاطط حزامين حزامين وتفاجئ ان في شريط عندي بيترسم. انت بتعمل ايه يا دكتور محمد؟ بعمل النون ستريس تيست بعمل النون ستريس تيست بعمل سي تي جي واروح عندي باصص اقول هو يعني بصي انا مش مبسوط يا مدام وفاء. الفيتال هارت ريت 125 المفروض تبقى 140. البيت تو بيت فاريابيليتي مش قد كده. طب بصي كل حاجه مسكره كده ومسكي الجهاز ده اول لما ابنك يلعب دوسي كده. طيب وايه الاخبار دكتور محمد؟ لا مش مبسوط بقى لنا 20 دقيقه وما دوستيش على الزرار. يا دكتور اعمل لك ايه ما لعبش؟ طب كل كده كمان سندوتش المربى الله يكرمك مربى مربى التوت تمام كل كده ونفضل كمان 20 دقيقه. يا دكتور اهو لعب مرتين كل مره تدوس على الزرار بس انا مش لاقي اكسلريشن. لا ابنك مش حلو النون ستريس تيست بتاعه مش حلو. طب يا دكتور اتصرف ارجوك اتصرف. هتعمل ايه؟ هعلى. ايه الاعلى من السي تي جي؟ السي تي جي انك بتشوف ضربات القلب بس انما الباي فيزيكال بروفايل بالالترا ساوند انك بتشوف عندي كل حاجه انك بتشوف كل حاجه بشوف الامنيتك فلويد اندكس والفيتال بريدنج والفيتال اكتيفيتي والفيتال تون بشوف كلام كتير. ولعلمك انت ساعات ممكن تلاقي قلبها مغوش قوي فاحنا ما بنعملش دول. ده في حاجه عندكم مكتوبه في كتاب الاسم جميله قوي اسمها ايه؟ ذا موديفايد باي فيزيكال بروفايل. ايه الموديفيكيشن اللي عملوه؟ ان اخدوا اول تو ايتمز بس السي تي جي والامنيتك فلويد. اصل البيبي لو هيتعرض للستريس في نوعين عندي من الستريس. كرونيك ديستريس هيأثر على كمية المية. أكيوت ديستريس هيأثر على حركات القلب. فالراجل اللي عمل حاجة اسمها موديفايد باي فيزيكال بروفايل ده عبقري. قال لك أنا فاضي أشوف كل دول ده الواد ممكن يفيص مني. إيه الموديفايد باي فيزيكال بروفايل؟ السي تي جي والأمنيوتيك فلويد إندكس بس. طب السي تي جي يا دكتور انعكاس لإيه؟ للأكيوت فيتال ديستريس. أي أكيوت ديستريس هيأثر على القلب. طب والامنيوتيك فلويد اندكس انعكاس لمين؟ لكرونيك فيتال ديستريس. اصل اي كرونيك فيتال ديستريس معناها ان في كرونيك بلاسنتال انسفشنسي هتاثر على كميه الميه. ها دكتور طمني ايه الاخبار؟ لا والله برضو كمان البايوفيزيكال بروفايل بتاعي ما هوش قد كده. يعني وحش وحش مش مبسوط. طب دكتور لا الله يكرمك انا عايز اطمن ده ابني ده هيعيش ولا هيموت؟ اشوف ايه بقى؟ تدفق الدم تدفق الدم. انا مش مبسوط يا مدام صح. ليه خير مش مبسوط يا دكتور محمد؟ اصل شايف حاجتين وحشين. اول حاجه انا شايف ريزيستنس جامد للبلاد فلو اللي ماشي عندي في البلاسنتا. انت عارف اكون ان عندي هاي ريزيستنس معناه ان البلاد فلو ماشي بالعافيه معناه ان البلاد فلو ماشي قليل. طب واللو ريزيستنس معناه ايه؟ انه ماشي كتير. طب البيبي الحلو اللي زيه وزيك المفروض يبقى فيه ايه؟ هاي فلو لو ريزيستنس. طب لو عندي بلاسنتال انسفشنس لو عندي حاجه عامله فازوسبازم او انجيوباسين هتلاقي لو فلو هتلاقي في عندي مين؟ هاي ريزيستنس. لا لا انا شايف في هاي ريزيستنس في البلاسنت. لدرجه ايه حضرتك عندي؟ لدرجه ان في حاجه عندنا اسمها ريفرسد دايستوليك فلو. شايف البلاد سبلاي بيخش عندك في البلاسنتا في وقتين ادي السيستول وادي الدايستول. لعلمك قوه الدفع اكثر في السيستول ولا الدايستول؟ في السيستول. بس انت الدم ماشي على طول ديورين سيستول وديورين سيستول. فتلاقي حاجه غريبه تحصل. السيستول ماشي الدم ماشي بس الدايستول الضعيف الدم اخباره ايه؟ وقف. وبعدين اخباره ايه؟ ده ممكن يبقى ريفرسل كانه بيخبط في حاره سد ويرجع. طول ما السيستول ماشي انا مبسوط. مش كده تلاقي عندي السيستول ماشي والدايستول ماشي انا حلو. السيستول ماشي والدايستول قل السيستول ماشي والدايستول وقف يا نهار اسود. السيستول ماشي والدايستول خبط وقف ورجع ريفرس فلو. كل ده انا عايش
كل ده راح عايش طالما مين اللي لسه شغال السيستول. مش كده الواد النايم اللي عنده اما بيبي يموت تحت البيت والعيانه دي محجوزه في المستشفى لا انا تطلع مني الفاظ مش مهذبه لان احنا دكاتره الناس ما بتعملش مع روح انا بتعامل مع روحين انا بتعامل مع ربنا فكونك تموت بيبي جوه بطن واحده ستات حاسب يوم القيامه مش كده الشغلانه دي حساسه جدا يا اولاد تمام علشان كده حضرتك حط نفسك بقى في الموقف ده لو انت الام لو دي مراتك وابنك مات كارثه كارثه عشان كده بقول له كون ان الواد يموت انت عديت مراحل كتير قوي عديت مراحل كتير قوي انت ما خدتش بالك ان مدام وفاء قالت لك ان لعب البيبي قل وان وزنها ما بيزيدش وان حجم البيبي ما بيزيدش وان النون ستريس تيست وحش وان البايوفيزيكال بروفايل وحش وكمان الدوبلر يا اخي انت من 4 ايام عملت دوبلر قال لك سيستول ودايستول حلو ومن 3 ايام قال لك السيستول حلو بس الدايستول قليل ومن يومين قال لك السيستول حلو بس الدايستول واقف وامبارح قال لك السيستول حلو بس الدايستول ريفرسد كل ده ما انتش واخد بالك منتظر ايه منتظر السيستول يقف عندي والبيبي يموت وبعدين يا اخي في شاهد ثاني ما خدتش بالك منه ما خدتش بالك حضرتك عندي ان ربك سبحانه وتعالى اما يلاقي ان البيبي ده هو الدم اللي جاي له قليل يعمل ظاهره غريبه جدا صراحه حاجه اسمها ذا برين سبيرنج فينومينا خطوه في الاطفال يعيد توزيع الفلوس يعيد توزيع المصاريف يعيد توزيع الدم ولا تصدف الليفر تصدف السبلين تصدف اللور ليمف اهم عضو يوصل له دم هو مين المخ ما حستش حاجه يا سمير في الدوبلر سلام منك جدا في هاي ريزيستنس في البلاسينتا بس في لو ريزيستنس في الميدل سيريبرال ارتري مش واخد بالك ان ربنا مخلي البلاد فلو للبرين في الميدل سيريبرال ارتري عالي الظاهرتين دول مهمين قوي يا اولاد بس احنا كده خلاص بنلعب في الاخر انا خلاص انا بخلص الدرس بتاعي كده انا بفنش الدرس بتاعي هعمل لك اختبار بس وخلاص هعمل لك اختبار بس بعد وخلاص كده بتفنش الدرس بتاعك ايه بالدوبلر زعلان منكم جدا النهارده من الخمس الاولين ازاي يموت منكم ها في ريزيستنس في البلاسينتا فلو وفي عندي هاي دايناميك فلو عندي في الميدل سيريبرال ارتري معناه ان الواد عمال يودي دم كتير لمخه معناه ان هو يعني الواد اللي جاي له ده دمه قليل جدا بيعيد توزيعه بدل ما يروح مودي شويه للرجل وشويه للايد لا واخد كل الدم ومخليهم لاهم عضو عنده اللي هو مين عندي اللي هو المخ طب ايه الاختبار يا دكتور اللي هتعمله بقى تعالى بقى حضرتك اعمل لك الاختبار وناخد بريك كده الاختبار بقى ان لو ابنك جالك ان لو ابنك جالك والست دي بتولد يعني ايه يا دكتور محمد بتولد انترا بارتم قول لي بقى حضرتك عندي انترا بارتم اللي انت هتعمله بناء على السيتي جي اللي انت درسته انترا بارتم يا دكتور محمد ما خلاص اتفقنا بقى ان اول حاجه بشوفها كلينيكالي ايه يا دكتور كلينيكالي بسمع حضرتك بالبينر ستيثوسكوب ضربات قلب ابني ممكن اسالكم سؤال وبشوف لون الميه اخباره ايه حضرتك لون الكلى ممكن اسالكم سؤال يلا ولاد بينر عمل ايه عمل مسج للاسسمنت اوف كيفالو بيبل ديسبروبورشن لكن كم دكتور لكن دكتور واحد بايده الشمال دخل راس البيبي وبايده اليمين شكل انجيجمنت شكل انجيجمنت من تحت ولا من فوق؟ من فوق هم المولر ده حضرتك عندي جاب مساعد فاكر؟ تمام؟ وحط ايديه كده شاف عندي على السيتس سبيس شكل انجيجمنت وصباعه هنا يشوف عندي الراس وصل اسكال سبانر لا ده مساعد مين احلاهم؟ كير كيرز موديفيكيشن اوف مولر ميثود انا بايدي الشمال هنزل راس البيبي وصباعين دول هنا وصباع الصنب عندي على السيمسس بيوبس فاكر؟ يبقى بينر عمل سماعه وبينر عمل سبيشال تيست فور كيفالو بيلز ديسبروبورشن ناقص حاجه بالبريج بريجنج داون ذا لاج سكولد عندي ذا بينر مانوفر فتيك كير بينر عمل ايه؟ الكلر بتاع الامنيوتيك فلويد لو ابني حضرتك وقت الولاده ديسترست لو وقت الولاده ديسترست عارف ايه اللي بيحصل؟ ديستريس يعني ميتابوليك اسيدوز ميتابوليك اسيدوز تلخبط الاوتونوميك سيستم فجاه حضرتك السمباثيتك والباراسمباثيتك يتلخبطوا يحصل هايبر موتيليتي في الجي اي تي وريلاكسيشن اوف اول سفينكترز كل الاكل اللي جوه بطنه كل الميكونيوم اللي جوه بطنه فجاه ينزل بره ساعتها يبقى الامنيوتيك فلويد ايه ستيند ميكونيوم ستيند
حد فيكم قالوا لكم طبعا في الاطفال ايه الميكانيزم عندي بتاع الميكونيوم ستيني؟ الميكانيزم اللي عندي حضرتك اوتونوميك سيستم، عندي حضرتك افكشن، فجاه يحصل عندي هايبر موتيليتي في كل الجي اي تي وريلاكسيشن اوف اول سفينكترز، ففجاه كل الميكونيوم، الميكونيوم اللي هو الفود بارتكلز اللي موجوده او الجي اي تي سكريشن موجوده الغامقه بني مسفره شويه، تروح كلها نازله في الايه؟ في الميه. بس تيك كير ان في بيبي عادي ميكونيوم اللي هو مين؟ البريش زي ما قلت. طب دكتور محمد هو كلينيكال يا حضرتك لو ابتديت اقلق عندي من ابني الميه ان لون الميه بتاعه وحش، ده انديكيشن ان انا اعمل قيصريه؟ صح عليك، ده انديكيشن انك تعلى بالمستوى وتعمل مين عندي؟ وتعمل حضرتك عندي الكترونيك مونيتورنج. دكتور يعني ايه لو سمحت حضرتك الكترونيك مونيتورنج؟ الكترونيك مونيتورنج اللي هو ده اللي هو اسمه عندي مين؟ السي تي جي اللي هو ده. وعندي ميزه جميله قوي يا اولاد، عارفين السونار فين من البطن وفين مين؟ الفاجين. عارفين الايكو في ترانس ثوراسيك وفي ترانس مين؟ السجين. عارفين السي تي جي فين من بره وفين منين؟ من جوه. بتتكلم بجد؟ في اكسترنال مونيتورنج وفي انترنال مونيتورنج. برافو عليك. طب وتفتكر انت عندك بقى مين المونيتور الادق، الاكسترنال ولا الانترنال مباشره؟ انترنال اكيد مباشره هو مين؟ الادق. طب يا دكتور في الانترنال مونيتورنج ده انا بعلق على ايه؟ على انت شايف، انت بتعلق على الفيتال هارت ريت، انت بتعلق على الامبليتيود، انت بتعلق على الفريكوانسي. الامبليتيود والفريكوانسي دي انعكاس لحاجه اسمها ايه؟ بيت تو بيت. طول ما انت الفيتال هارت ريت بتاعك كويس، طول ما في بيت تو بيت فاريبيليتي كويس، انا مبسوط. بتعلق على ايه كمان؟ يا سلام لو حصل لي اكسلريشن. شباب الام سي كيو لو انت فاهم اكسلريشن از ا جود ساين ولا باد ساين؟ جود ساين. طب والنورمال اكسلريشن محتاجه قد ايه عندي؟ 2 في ال 20 دقيقه او ال 40 دقيقه. طيب ومفروض تعلق على اخر حاجه على مين؟ على الديسلريشن. يا دكتور ما احنا قلنا ما بنعملش كونتراكشن ستريس تيست. لا يا حبيب قلبي، الست دي بت ايه؟ بتولد. فاوريدي في كونتراكشن ستريس تيست. طب يا دكتور لو حصل لي ديسلريشن بقى، دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ هوب هوب ستوب 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 ستوب. قصدي في عندي نوعين من الديسلريشن عندي هيلعبوا بيكم في السلايدز للصبح. في ايوه صح كده، في تايب 1 ديسلريشن حلوه، في تايب 2 ديسلريشن وحشه. يعني ايه يا دكتور تايب 1 ديسلريشن او تايب 2 ديسلريشن؟ يعني ايه حلوه يعني ايه وحشه؟ شايف عندي ادي اليوترين كونتراكشن، شايف عندي ادي اليوترين كونتراكشن. ايه هي بقى الحلوه؟ الحلوه عندي عباره عن ميرور ايمج، بدايه الكونتراكشن بدايه الديسلريشن، قمه الكونتراكشن قمه الديسلريشن، الكونتراكشن راحت الديسلريشن راحت. اه صحيح، ده انت الرسمه اللي تحت بتاعت الكونتراكشن توكو توكو، والرسمه اللي فوق بتاعت الهارت كارديو كارديو. بدايه الكونتراكشن بدايه الديسلريشن، قمه الكونتراكشن قمه الديسلريشن، نهايه الكونتراكشن نهايه الديسلريشن. دي بيسموها تايب 1 ديسلريشن او الحلوه او الاكسبتابل. ليه يا دكتور؟ دي انعكاس لايه؟ ولا حاجه يا سيدي، الرحم بتاع مامتك وهو بينقبض بيضغط. ايوه برافو عليك، زي ما انت بتعمل بيضغط على الراس، فبيضغط على الفيجر نيوكليوس نمره 10. فده حضرتك عندي از نيوروجينيك ريفلكس. والفيجال نيوكليوس نمرة 10 بيعمل ايه؟ بيعمل مجرد ريفلكس براديكاردي. نيوروجين اتمنى ابن الذين ماشي لحظة بلحظة. مش كده فعلا ريفلكس، ريفلكس عصبي. بداية الكونتراكشن بداية الضغط على النيوكليوس نمرة 10 بداية الديسلريشن. قمة الكونتراكشن قمة الضغط على النيوكليوس نمرة 10 قمة الديسلريشن. كونتراكشن راحت، الضغط على النيوكليوس نمرة 10 في مخ البيبي راح، فنهاية عندي الديسلريشن. دي لو شفتها حلوة. دي لو جات لي في السلايد عشان جات السنه اللي فاتت في اخر السنه اكسبتبل. جات لكم؟ انتوا لحقتوا امتى؟ الرحام بتاعكم ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انتوا بيفتروا عليكم على فكره. يلا مفيش مشكله. لا 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 بيفتروا عليكم. بس كل ده خير. دايما تبص للنص المليان من كوبايه اللبن. تمام؟ ليه حضرتك عامل؟ مفيش نص مليان. لا النص المليان ان هم نمرة واحد they are pushing عليكم ستريس جامد، فانت بتطلع كورتيكوسترويدز.
دي اللي بتحسس ان في طلب للشغل ده انت يورجت النور يعني النيابه وبيضيع لي حضرتك لو سافرت استراليا لو سافرت امريكا لو سافرت كندا انت ما عادش حد يقدر يهتك يحط عليك اكتر من كده ما هو عايز البلد دي جت اخرك والله العظيم ما حدش يقدر يحط عليك في اي حته لا لو هطلع يعني ده لما اطلع من البلد انا هو ده اصلا ما جاب لي بيت الماء ان هو بيرفض انت تبقى عبيط طبعا ما انا هموت هنا مش هقدر انت بعد اللي بيحصل ده كله انت لو قعدت عندي تمام والله لو معاك انت هتقطع دلوقتي تاخد الولد ابنها لغايه ما وتشوف عمه بقى عامل ازاي انا عايزك تشوفني انا 41 سنه لفيت العالم كله استاذ مساعد في الجامعه انت عارف لك شكلي لا مش بتكلم عن عارفك واضح اه لا 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 انا تبدل انا ده مش مبسوط بنفسي طب ده انا المفروض ابقى باشا ابقى برنس انا المفروض ما اصحاش من النوم الساعه 6 عشان اجي ولا 7 ولا مش السن ده برنس ولا عاجبني بقيت زمايلي اللي عمالين بيجروا ورا اكل العيش هنا وهنا وهنا عارف على 40 سنه بره الدكاتره بيفكروا في الريتايرمنت بيفكروا في التقاعد بيقول لك اه بقى كده خلاص اليخت يبقى في الخليج اللي في سان فرانسيسكو أيوة. وحضرتك هتجيب شقه كده ايوه ايوه في امريكا الجنوبيه عوضت الدنيا وافتحوا على بعض فكروا في ده انت هنا بتفكر انت لو جبت شقه على 40 سنه يبقى لسه بكون ناس فيه فاللي بيعملوه عليكم ده اسمه بنحط عليك رد الفعل المفروض يبقى ايه؟ رد الفعل المفروض يو جات مور سترونجر وانا اسيب البلد ده وامشي انت مش تقدر حط حضرتك تمام ما تنامش في البلد دي بكرامتك بدري بدري فاللي بيحصل فيه ده يبقى دافع انا هذاكر اليو اس امريه بحرقه انا هعمل البلاب اسمها بلاب كده حاجه كده بلاب اللي هي بتاعت انجلترا دي تمام انا من السنه الجايه انا مش هاخد درس لغات مع الجراحه انا هقعد اذاكر الماني مش شغل ونيف شغال فين مش عايزين معادلة عايزين اللغة انا هروح انا عارف اتميلك بس ما تقولش كل اتميلك السنة اللي فاتت اسكت اديهم برا لا عايزين معادلة هروح للسونج دي هنا بيتكلم فرنش يا واخد فرنش تمام مش اي حاجة اي حاجة اخلوها اقولك ايه انت عارف يا واد يا ابن يا ابن كندا واحد في مونريال بيقول عليه مونريال على رقم خاصة مونريال تمام مونريال ياكلوها كلها واختي في شغاله من 3 او 4 شهور واخواتي اثنين تانيين في الامارات فابويا دايما اللي هو كده كبير من السيسي بقى حاجه ضخمه قوي كانت في الجيش تمام ف ف ف انت لسه فاهمها دلوقتي اللي هو حلق السيمترز طارق عشان حته من فباخد رايه دايما بستشيره 74 سنه وعنده خبره اقول له بابا هاجر بقى للامارات ولا هاجر بقى لكندا شايف الفكره ان انا هاجر قال يا حبيب قلبي الهاجر هاجر من زمان خلاص لا دول هيقبلوك ولا دول هيقبلوك قلت له بجد يا بابا يعني مفيش امل قال لي مفيش امل قلت له دار في ايه قال لي عندك بقى زامبيا ورواندا قلت له يا بنت كده يا حاج يا بنت اخرها زامبيا ورواندا شوف احنا وصلنا لمين انت لو لقيت بقى مكان فوق الارض يعني انت العادي مكان تحت الارض دلوقتي ها لو لقيت مكان فوق الارض كتر خير هم كون بيدوس عليكم المفروض يديك دافع وصراحه حاجه من اثنين انتحر يا غالي رحت يا تنتحر يا صراحه تمام بس ف لا حتى الناس بيقول لك قال ايه الجرح الذي يصيبني ولا ايوه لا 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 هو مثلا بيقول حد يفهمه يقويني حاجه زي كده لا لا حد يقول جرح قوي غير لما يحب قوي عليك كم تم مصطفى شعبان عظيم صعبين عليا بس ارجع اقول لك حاجه ايوه لا بس ارجع اقول لك حاجه عشان ننهي الدرس على خير هي دي الدنيا سلافي اسمها الدنيا مش الاخره ما كانتش الفنان العظيم قالت اه يا دنيا دي تحفة بنت جدا بنت راجل بنت بطل راجل يعني بنت بمجدعة كده اه والله مش قالت الدنيا اسمها الواطية الدنيا الواطية الحقيرة اللي تحت ده بجد هي كلها اختبارات علشان الاخر هنشوف بقى رد فعلك الجامد هو اللي يبقى فايز يبقى انت عارف ان الدنيا دي عباره عن طريق مليار وعينه مجرد كور وعصايه خبطت فيك من ورا هتخبط في حته في المحيط
لا هو فعلا حاجة حد يمسك المايك ده يبقى ده انت قمر رب لو انت مشيت بالقصة دي ان عينك على الاخرة لعلمك ترتاح جدا اما تيجي تخطب واحدة اما تيجي تتجوز مراتك هدفكم الاثنين بتتجوزوا في المال اما تيجي مراتك تحمل توهم هذا الولد عندي لعمل الخير في الدنيا او قبول لله القدس او الملائكة يعني لا والله فكروا في اسمه والدنيا صعبة يا ولاد ما هو ابتلاءات عشان ربنا يشوفك جنة ولا نار من الاخر مشكلة ان انا فايس اللعبة دي فكل غلطة بعملها عارف ان انا بغلط وعارف ان انا اقعد تمام بس بقى اللذيذ انك تبقى فايس الدنيا وعارف ان هي مليانه خوازيق لعلمك بقى رسمي كل سنة عليك 12 خازوق والله العظيم 3 ميجر و9 مايجر لو شفت في الربحيات ربنا تمام الامتحان الامس كل اللي فات تعتبر خازوق ميجر لما يجي خازوق كل ما تفرح كل ما تفرح لانه عدى طبعا عدى في فاينل فانت عندك السنة تخلص شهر 12 لو انت خدت لغايه دلوقتي 9 خوازيق يبقى فاضل لك كام؟ 3 الحمد لله وبعدين بعدين احنا تعودنا بقى ما عملتش خلاص بقى يلا بقولك دايما اول خطوه بس اللي هو ايوه انت اللي ريشن اللي انا دي انعكاس يا اولاد دي بقى مش نيوروجينيك دي بتاعت الميتابوليك اسيدوز شفت اللي حصل ايه ده بيبي وحش ده بيبي وحش يعني ايه يا دكتور محمد بيبي وحش يعني الوالدة حضرتك عندي امه بري كلامسة او انيميك او دايابيتك او فيها مشكلة ما الوالدة يا دوبك معيش نفسه بالعافية عنده مخازن ولا ما عندوش ابتدت الكونتراكشن في اليوترس يا ماما الحقيقة انا ما عنديش مخازن هضطر اتنفس ايه انيروبيك ابتدى يطلع لاكتيك اسيد لاكتيك اسيد بيعمل ايه عن هارت ديستيليريشن وصلت لقمة اليوترين كونتراكشن ولسه اللاكتيك اسيد ماشي في الدم وعامل ديستيليريشن الكونتراكشن راحت ولسه عندي اللاكتيك اسيد في الدم عندي وعامل مين ديسيلريشن اصل حضرتك عندي الديسيلريشن دي او اللاكتيك اسيد هيروح بعد ايه بعد فتره ليتر اون ليه يا دكتور يروح بعد فتره على بال ما البفر الميكانيزم بتاع البلد هيروح حضرتك منظف اللاكتيك اسيد ده عندي ومصلح الاسيدوزس ده مش كده في هنا حاجه غريبه قوي الكونتراكشن راحت لكن لسه الديسيلريشن مالها مستمره شايف انت هنا بترجع للبيس لاين امتى ايميديت ولا ليتر اون لان دي حاجه ميتابوليك التكس تايم لاكتيك اسيدوزس ياخد وقت على بال ما يقوش من البلد حد شايف المقارنه تايب 1 ديسيلريشن اللي بيسموها الحلوه بيسموها الايرلي ديسيلريشن يعني ايه يا دكتور الايرلي او الايرلي ديبس دي اي بي اس ليه الايرلي ديبس يعني من تحت ليه الايرلي ديبس او الايرلي ديسيلريشن انعكاس البداية القمة النهاية لكن شايف هنا بداية الكونتراكشن بداية الديسيلريشن قمة الكونتراكشن الديسيلريشن موجودة الكونتراكشن راحت وفين على بال ما البفر ميكانيزم بتاع البلد بتاع البيبي يصلح حضرتك هذه اللاكتيك اسيدوز وارجع تاني لمين البيز لاين مش كده هي يجيبوها يا رسمة يجيبوها كسؤال تايب 2 ديسيلريشن از عندي سجستيف اوف بور اوتكم صح Type 2 deceleration is dangerous, صح. Type 2 deceleration is also called the late deceleration, صح. Late يعني فين وفين لما برجع فين. Type 2 deceleration denotes metabolic acidosis, صح. Type 2 deceleration means the placental insufficiency, صح. كل الكلام ده صح. Type 1 deceleration is accepted. Type 1 deceleration is a neurogenic reflex. Type 1 deceleration is also called early. Type 1 deceleration is just due to compression of the vagal nucleus during عندي مين delivery كله ده صح طب في يس هو التايب 1 بيحصل مع كل contraction ولا مش مع الهيد contraction مع اليوترين contraction مع الراس مع كل هيد contraction لا مش شرط ممكن يحصل لو مش بس احنا بقى كويس اللي انت بتقوله ده احنا خبص يعني انا عايز اولد مراتك تمام وانا مش فاضيلك بقى صراحه عايزك قيصريه واضرب الترشين بس كده في سكه النار
يعني خد بالك ان ده لازم اربط دايما العز بالايمان. تمام؟ فاهم ليه في الواد ده اضحك عليه؟ انت فاكر ولا انت فاكرني؟ اه طبعا. مش كنت تاخد درس معانا خمسه في الاصل يعني؟ طب بص بقى انا هتاخد مراتك قوي. بص تحب مراتك اهي، احط جنبها جهاز رسم القلب الجميل فاكره؟ وهي تقول ايوه 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 فاكره فاكره. تمام؟ طب بص بقى انا معلش عندي شغل حضرتك، فخليه موجود كده على بطن مراتك. وطبعا اهم حاجه ان في الهارت ريت ما بين 120 ل 160. اه طبعا يا دكتور، وانا خايب ولا ايه؟ الله يكرمك بقى، لو ضربات القلب قلت على طول اديني تليفون، ده معناه ان الدنيا خطير. ايوه ايوه يا دكتور فعلا، لو ضربات القلب قلت معناه ان الدنيا خطير. انا بضحك عليه لان عارف ان هيحصل لي مين عندي تايب 1 ديسيليريشن، واحنا بنعمل كده في عيادات في معاينات. وروح حضرتك قايل كده للدكتور، وروح حضرتك قاعد على قهوه جنب المستشفى اشايش منتظر التليفون كلها تلت ساعه، الحق يا دكتور محمد ده في ديسيليريشن. يا عم ما تقلقش واقفل السكه. لا يا دكتور محمد دي القرار الثاني. طب انا عمال اتكلم على مين؟ تايب 1. طيب خلاص انا هاجي لك بسرعه، وافضل قاعد كده بخلي الحلو يستوي. تمام؟ عشان اطلب المبلغ اللي اقدر اقعد على القهوه جنب المستشفى. وفجأة طلع يفرق، يلا نسى ده، يلا قيصرية على طول. ده تهريج، عشان كده مهتمين بالكلام ده في الام سي كيو. فرق التايب 1 من فرق من التايب 2. بس يا دكتور ده قالوا ان في ديسيليريشن ثانيه. مش عارف كتابكم بقى موسع في الكلام ده ليه. حاجه اسمها فاريبل ديسيليريشن. شايف البيبي وهو راسه نازله، لو ضغطت على الكورد تلاقي، بص اصل ليه اسمها فاريبل ديسيليريشن؟ فاريبل ديسيليريشن ايكوال كورد كومبريشن. ليه اسمها فاريبل ديسيليريشن؟ لانه الراس نازله بتعمل حركات ديستانت انكريز ديفلكشن انترنال روتيشن اكستنشن. ففي الحركات مره تضغط على الكورد ومره لا، مره ومره لا. مش كده تلاقي الديسيليريشن ملهاش معنى، ملهاش باترن. مش كده بيسموها فاريبل، ملهاش علاقه باليوترين كونتراكشن. هي اسمها ليه فاريبل؟ اسمها فاريبل يا دكتور محمد عشان نمره واحد ملهاش certain pattern، it is variable مع تغيرات ضغط راس البيبي على الامبيليكال كورد، وحضرتك has no relation to the uterine contraction. واللي يهمني في الام سي كيو variable deceleration denotes cord compression. طب في حاجه رابعه برضو كتاب الاسم بتاعكم كاتبها، اسمها ايه؟ sinusoidal، صح؟ sinusoidal pattern بتاع السي تي جي. طب حاجه ما عرفتهاش غير وانا في الماجستير والدكتوراه وحاجات. سينوسويد اللي هو ماشي كده زي سينوسويد دي دينوتس فيتال انيميا، دينوتس عن يبقى الفاريبل فاريبل ديسيليريشن دينوتس كورد كومبريشن، سينوسويد الريزم دينوتس عندي حضرتك فيتال مين؟ فيتال اريزميا، فيتال اريزم، فيتال انيميا، فيتال انيميا. انا اسف. طب وافرض يا دكتور محمد الكترونيك مونيتورنج باين حضرتك عندي السي تي جي ان في حاجه خطيره. طبعا انا مش عايز اقول لك، انا مش عايز اقول لك بره غير مصر. شايف بره يلاقوا عندي ان البينر السماع في حاجه وحشه ما يقلقوش، يبص على لون الميه يلاقوا في حاجه وحشه ما يقلقوش، يعملوا الكترونيك مونيتور، يعملوا اكسترنال يلاقوا في حاجه وحشه ما يقلقوش، يعملوا انترنال يلاقوا في حاجه وحشه، يعملوا كيميكال مونيتورنج. يعني ايه يا دكتور كيميكال مونيتورنج؟ يعني ياخدوا عينه من السكالب بي اتش، السكالب بلاد، فيتال بلاد سكالب سامبلينج. انك تروح داخل في المش، طبعا ده محتاج ان واحد لازم البيبي يبقى بريزنتد ايه؟ كفاليكالي، مفيش حاجه اسمها بريتش سامبلينج. تمام؟ وبعدين انا مش مشكله هضرب ضربه مشرط 2 مللي، ما تخافش الشعر هيطلع عليها ويخبيها في الشبان، انما في البريتش انا اعلم عليه ولا ايه؟ ماشي ماشي. ولازم يبقى السيرفكس واسع شويه 4 5 سم عشان اقدر ادخل قاعد، ولازم يبقى في رابشر في ممبرين. هو ازاي هتخش على الاسكال؟ لازم رابشر في ممبرين، ولازم كفالك، ولازم يكون انفلي دايليتد. ساعتها اما اخد عينه عندي من الاسكال بي اتش اشوف، دي مهمه يا اولاد بقى عشان الكيس. النورمال بي اتش 7.25 ل 7.35. ولعلمك لازم تاخد كمان في اتش بتاع الام، في علاقه، عارف لو الام اسيدوتك البيبي هيبقى اسيدوتك. اي ماست تيك البي، اعمل برضو سنو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 ن
طب افرض لقيت يا دكتور من 7.2 ل 7.25 عيد الفيتال سكالبي اتش بعد 20 دقيقة. طب افرض يا دكتور لقيته عندي اقل عندي من 7.2، لا ده فرانك اسيدوزز، اعمل immediate cesarean section.
يبقى 7.2 7.25. عيده بعد 20 دقيقة. اقل من 7.2 immediate termination. ده برا. شوفوا امتى بيعملوا قيصرية. برا ولادة طبيعي حتى الموت. يعني اخوات الاثنين يعني اخويا ومراته واختي لما ولدت الاثنين ولدوا قيصريات. بس بعد ما طلعوا عين اهليهم فرضوا معاهم بجانا الدليفري 36 ساعة. مش حاجة برا اسمها قيصرية. اللي بيولدوا برا قيصرية غالبا بيبقوا عرب مصريين بيكون معنا يعني. ما يعرفوش بقى ان اخواتنا وحشة وعضلاتنا وحشة وبتاع. يعملوا ايه بقى؟ عملوا ايه بقى مع اخواتي؟ يسمعوا يلاقوا مش مطمنين. يروح فرقعين المايه يبص على اللون يلاقوا مش مطمنين. يعملوا اكسترنال مونيتورنج مش مطمنين. انترنال مونيتورنج يلاقوا تايب 2 ديسيلريشن اللي هي الوحشه مش مطمنين. يعملوا عندي بي اتش اللي هو 7.2 7.25 يعدوه بعد 20 دقيقه اللي هو اقل من 7.2 روح ساعتها عاملين قيصريه. احنا بقى بنعمل قيصريه من امتى؟ من اول واحد. من اول ما تبني حاجه تبعك بس تولد قيصرية. انا مش طبيعي ابدا. تمام. فمجرد بس ما تسمع هنا قلاجة. انا احنا غالبا اللي بنعمله في مصر بس المرحله دي. انت تسمع وتشوف لون الميه وتعمل اكسترنال مونيتور. مفيش واحده ست ترضى ان ندخلها مونيتور من جوه. مفيش واحده ست ترضى ان نعمل لها فيتال سكالب عندي مين عندي بي اتش. مفيش واحده ست ترضى ان نعمل لها فيتال مين عندي سكالب بي اتش. اللي انا قلته ده بقى كله عايز اطبقه على درس اسمه مين؟ اجيار. ده التطبيق العملي بس انا طبعا. تمام؟ ده التطبيق العملي. اقول لك ان ازاي ان في بيبي عندي الجراث بتاعه ريستريكتد ازاي هتابعه اثناء الحمل؟ وازاي هديله كورتيكوستيرويد تو انهانس لونج ماتيورتي؟ وازاي هتابع لونج ماتيورتي؟ وازاي عندي حولته؟ قشطه؟ يا احمد كان جاهز دلوقتي ولا لا؟ نشرح الاول اجر 10 دقايق كده بريك بقى كده.